Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? Bonjour, Georges. كيفك؟ يعني بحب لكم بونجور واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحي وسريع. ان شاء الله يعني بحب انا اعرف اذا جمعه عن جمعه عم بيزيدوا هالمستمعين، وكل واحد بحب برنامج صحي وسريع. اذا بحب يتلفن لصاحبه ويقول له لصاحبه يقول لصاحبه وصاحبه يقول لصاحبه، يسمعونا نهار الجمعه، كل نهار جمعه من 12 للتنتين، لانه عن جد عن جد عم نحس قد ايه هالبرنامج عم بيفوت على قلوب الكل وعم بيقدر يغير بالعالم. وإذا حدا بيقول لي هلأ إذا بترجعي لورا 25 سنة مونيك شو بتعملي، بقولون كنت ببلش راديو يمكن من أول يوم بمهنتي، لأنه ما في شيء بيعطيني أنا لإلي سعادة وبيعطيني إنرجي قد الراديو. تاني أكتر شيء هو الركض يمكن، بس أكتر شيء أكتر شيء بيبسطني بشغلي وبمهنتي هي هالعلاقة اللي عنديها مع العالم، وقد بحس إنه العالم بتحب صحي وسريع وبتعرف. يعني في عالم هلأ بتقلي مثلا هي صوتك صوتك اللي منعرفه، ما منعرف غير صوتك، فهذا الشيء بيعززني وبهيك بيبسطني كتير. وبما انه في كتير ناس عالم عم بتعيدني هلأ بقلون ميرسي كتير، مزبوط انه اليوم عيدي، صار اليوم عمري 47 سنة، بس عن جد عن جد انا اليوم عم بركض على بكرة، لانه بتعرفوا انه كل نهار جمعة ضروري اركض، لو شو ما صار شتة ما شتة برد زمهرير تلج، انا قبل ما اجي على الراديو I need the energy حتى اجي، لازم اكون مرتاحة حتى اجي اعمل هالساعتين هول. اليوم انا عم بركض وعم فكر قدي I am really really counting my blessing وقد انا ربنا كان معي بهالحياه وميرسي كثير. خلص كثير كثير ما تعيدني كثير جو، هلا جمعه وسبت واحد ويلا، ومبارح عيدوني بالشركه ولا اهضم من هيك. اذا بتحبوا تشوفوا على الانستغرام كيف عيدوني، قال جيبوا لي شي كتير كتير مهضومين هيك. كمان اللي ما بيعرف مش لحقنا على الانستغرام على دايت اندرسكور صحي وسريع، صحي وسريع بتنكتب SOHEWSARES. بس على كل حال اذا بتنبشوا على مونيك باسيلا زعرور اكيد بتلاقوها هي دغري وبتعملوا لها فولو. مرسي يا جو. فطبعا لحقلكم انه احنا اليوم ما حنبلش حلقتنا مثل العادة، عطول بستنظر اني اسمع صوتكم 0595-8885 اي دوا 0595-8885 على الواتساب على 0398-91-99. واتسابيتكم بليز ما يكونوا اكتر من 30 ثانية، سكروا شبابيك قد ما فيكم انتو عم تحكوا، وأكيد لح جاوب. ما تعتلوا هم، ما ترجعوا تبعتوا، برجع بذكركم كذا مرة وقتها بتكتبوا شيء وبترجعوا بتكتبوا وراء بيقدف لورا، نحن we go by تسلسل بالوقت. أوكي معي اتصال. ألو بونجور. بونجورين ينعاد عليك أول. مرسي مرسي. معك ليونيلا. أهلين. بدي عندي ثلاث أسئلة صغار. يلا لسألك هنه. لك تكرم عيونك. صراحة اشتهينا امبارح نكون مع اكيب العمل عم نتغدى عندي. يا ريت تفضل. ما تفيتين ما الطبخة على الاخر. شفتي انا عم بحضرك على فيسبوك ستيتوس. نهار التنين ما بعرف هيك نسيت اي متى كان عندك برغل وشعيرية زبطيهم على السلطة. ايه قلتي حرام ما بتحب تكبيهم، بس هالبرغل على شعيرية كيف عملتيها؟ كيف تعمل رز بعمل برغل شعيريه وبحط بس شو غريب انه ما فيني اقول لكم قد ايه في عالم سالوني هالسؤال، بس انا من وقتها من وقتها ما كبرت بهالحياه ماما اوقات تعمل يعني يا من فلفل رز يا من فلفل برغل. طيب ما دام مونيك كبايه رز 2 مي، البرغل قد ايه كمان؟ 2 مي اكيد. في سؤال ثاني في مجال؟ تكرم عيونك تفضلي. قلتي لنا كل شيء خضره ما نكبها بنحطه زياب بالفريزر ملفوف ضمنه، مثلا امبارح بالري اوكاري ما بعرف اذا شفتي. ايه بس كان عندي صوره ما حطيتي لنا كيف عملتي. كان عندي فلاق مع بكره بس ساعه اوقات كمان بكون مالي جلاد احمل هالكاميرا وبلش صور، يعني عرفتوا عندي عزيمه انه بعدين قلت خلص يعني فتحت الفريزر. شو عندي؟ عندي فليفله مقصوصه من قبل حطيتها، عندي اذا يعني نيين يا مسلق. لا بقلبهم مع ملعقه الزيت اللي بحطهم كلهم بنزلهم. والرز مفلفل اكيد فوق زيت الرز. اوكي لا أوكي. اول صوره ما كان بعد مفلفل الرز ما سوى انا بعدين قلبتهم وحطيتهم كلهم وبعدين حطيت مي. عرفتي؟ اوكي مثل عمل فلفل الرز بس مع الخضره. يعني اذا باقي عندك ملفوف بنقدر نحطه بالفريزر للملفوف. ايه بس بدك تطبخيه بعدين.
يعني بدك تقلبيه على النار. ايه طبخ مش بالسلطه. ايه بتفرميه وبتقلبيه. ايه معك حالا. هديك المره انا شخصيا بالبيت جبت نص كيلو فلافل, استعملت واحد اثنين كبايتهم. لا معك حالا. لا بتقصيهم, قصيهم يا مز. كيف بدك تستعمليهم, كارويات او شيء؟ حطيهم بالفريزر. كل ما بدك تعملي مثلا صوص معكرونه هيك بتكبي شوي بتقلبيهم معهم, بيضلهم ما بيروحوا, ما تكبوا ابدا. ايه لا لفتين نظرنا في يعني كل انواع الخضره حتى الخيار وهيك. لا الخيار ما بينطبخ. بدك فينهم بحطوه مع السلاد روس ني مش مطبوخ. بمرقوقة على النار مع صوص كيف الرب والبندورة. لا هيدي ايه فهمت عليك. انا ما بعملها يعني انا لا. ما بعملها ما طيب. بعملها هيدي. بقدونس نعنع هيك اخبار بنقدر بالفريزر. يا بنت الله يا حبيبتي, اشياء اللي بتنطبخ بتحطيها بالفريزر. بقدونس شو بدك تعملي فيه اذا حطيه بالفريزر؟ بس تحطي تعملي شوربه بتحطيهم بالاخر. ايه اكيد هيك اكيد. شو بدك تحطي يعني؟ يعني انجا نص ملعقه صغيره ساعتها. يعني اوكي فينا نحطه بالفريزر. اكيد 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 إيه. اكيد دوماوي. ليك عندي البندورة فرمتهم كوبات وحطتهم بالفريزر. أكيد بدي أعمل ورق عريش بتزبط معهم لما بيكزوا. لا لا هاي بتحطيها مثلا بصوص بندورة بتحطيها بشي هيك. أوكي فينا نطلب طلب صغير بعد كمان تفضلي. بدي أعمل كتاب جديد. لا يا عمي شو بكم تعرفوا كتاب قد لحظة كتابك اشتريته بكرة السبت نزل أخده. بس عملي لنا كتاب, ما أنت ما بتحبي تكبي شي من الأكل. طيب يعني مرات بتضحكوا لأنه ميرسي لي لأنا هلا بشكرك ليونيلا لأنه هلا أعطيتيني فكرة كيف اقضي وقت الضايع. انا عندي وقت حك براسي بتكون يعني اعمل كتاب هلا. طب الله يخلي لنا اياك يا ما عم نكتسب خبره ومعلومات. طيب ما انا موجوده شو ما بدكم على الانستا. اوكي يلا مش الكل عنده انستا. لازم ينزلوا الانستا او فيسبوك واحدة من هدول. يلا طيب ثانك يو ميرسي اليك باي باي. حدا عم بيقول لي بدي اطلب بينات باتر. انه هون على الراديو ما فيك تطلبوا بينات باتر. ليه عم يطلبوا عندك جو؟ لا تخيلوا. ايه احنا بالسيارة. اوكي طيب رح نتابع هلا. شفتوا مثلا هيدي بعتت بونجور مدام مونيك, انا مش عم زيد انا عم انزل. ما فهمت. مرسي على المعايدات كلكم. Thank you so much. Next Saturday أنا اسمي ميرا أرنوس كلاينت قديمة وماي كوزن زينب أرنوس. بعتين مساج. جور أنا كلاينت عندكم بفرع كورنيش المزرعة. بدي أخد موعد تاني. لا عندي مراجعة بعد أسبوعين. لا كتير مهضومة. بس خطيبي ما حيجي. اللي عم تبعت فيها بنت عمي بدها تنزل معي. كيف هي ارجع اخد موعد؟ اخد لها موعد انه السبت هو على 10. خلص بعت لها يعني جورج جوابتها. انسى معقول. مونيك بدي اسالك اذا اوقات عم بطبخ الرز بزبده بحبون الاولاد اكثر, هل شيء بدور؟ اكيد ما نو نو. انا الرز لا بالزيت ولا بالزبده, الرز بالمي. لا شو الزيت ولا وحياه عيوني ولا اطيب من هيك. كل كبايه كبايتين مي عم تغلي بحركون وبوطيهم على نار واطي 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 30 دقيقه حتى ما بتطلع يعني بطفيها دغري. فليه بتكون تحطوا زيت؟ ليه بتكون تحطوا زبده؟ ليه بتكون تتعودوا؟ ما له معنى ابدا. اي بونجور مونيك. بدي اسالك اذا بنشتري حبوب وبهارات وقلوبات وهالقصص من هيدا المحلات اللي بيبقوا ببيعون فلت, بيبقوا عندهم كل شيء بهارات وحبوب ومكسرات وهيك قصص, انت برايك انه هول بيكونوا منيح ومدتهم منيحه وكل شيء؟ هاو كان اي نو نشتريهم باكت من السوبر ماركت. هاو كان اي نو. كيف فيني اعرف؟ يمكن المعتر هذا رايح هو شخصيا على الهند وجايبهم معه بالشنطه اولت امبارح وعرضهم, ويمكن رايح ماري على السوبر ماركت كل شيء. ما بعرف ما فيني اعرف. من مال ما فيني اعرف, ومن مال يا ويلي يا ويلي روج انكم تروحوا تشتروا كل شيء معلب. ونحن اليوم بوقت عم نطالب العالم ما بقى تستعمل بلاستيكات, ما بقى تستعمل كياس, وعم بالعكس عم نطالب انه العالم يكون عندهم اشياء انفراك هيك. يعني كيف كانوا نحن من زمان؟ تخيلوا قد ما كنا نصرف كياس نايلون, ما كنا نأذي الانفايرمنت, قد كنا نحترم البيئه. وقت نشتري ان بالك من عند الدكانجي يحط الكبشه وياخدها,
بس ما كانت القشة تنتزع، عرفته؟ لأنه ما كان في كتير بركة بالأكل، ما كان يبقى، ما كان يعني، كانت القشة تجي وتروح. فكيف بدي أعرف؟ ما بقدر أقولك حبيبي، أنا هاو كان أي نو، مش بشغلتي يعني. ناس طبعا عم بتعايدني هابي بيرز عقبال العمر الطويل، بخير كتير، بحبك كتير، تانكيو. انا عن جد عن جد عن جد اني كتير كتير بحبكن. هابي بيرز داي مونيك، بليز ما تبرموا لي اياها هابي بيرز داي، اسألوني اسئلة، الله ينعاد عليك يا مونيك، الله يطول بعمرك ويخلي لك فوق راسك، مرسي. ما بقى تعايدوني، بليز اسألوني اسئلة. بونجور مدام مونيك، انا بسمعك اونلاين على الويب سايت jarasfm.com. ما في بس وما عم نقدر. مشي هلا يعني، لازم تكون مشي. بتمنى تقدري تبعتي لنا او فويس كيف فيني اسمعك. طب ما هالمعتره هلا بعتت جو، كيف عم بتقلي؟ انت هلا عم تسمعني؟ اوكي، مشيت هلا. طب هتا قلت راي اجين، وينها هاي دخلك؟ قلت لها جو البرغل اللي عملناه يا خشين يا ناعم، اثنيناتهم مناح. كتير عالم عم تبعت لي صور البرودكتس تبعولنا لانه اشترون هلا اونلاين. كيف بدي ابعت له هلا؟ انا ماني جاي اعمل ايموجيز هون، بدي تسالوني اسئله، كل واحد عم بيعيدني. ويلا طب بونجور مونيك، بليز بس بدي اسالك انه انا شفتك عم تستعملي علب البندوره المقطعه صحيه، اكيد صحيه لانك عم تستعمليها، بس انه بقصد اذا فيها نسبه ملوحات صوديوم. لا ما فيها شيء، وكمان شغله بس اكيد اذا عندكم بندوره. مش المزرعه كرمال بدي اشتري كتاب، بس اجمالا انا بناتي بس طايفله من المدرسه بيتغدوا عند امي، فانا والكتاب يعني اغلبيه الطبخه كامله لخمس حصص، فانا كيف بدي اعرف انه انا اعمل الي حصه لالي صغيره؟ ما فهمت السؤال، يعني اذا انت هاي الطبخه لخمس حصص بدك تعملي حصه منها، بدك تقسمي كل شيء على خمسه، او بدك تعملي الطبخه وتكليها على خمس ايام؟ واحدة من اثنين، ما بعرف كيف بدك تزبطي، بس تعملي خمسة طبخة، اعملي نصة. هاي مونيك، بليز كم مرة فينا نطعمي ولادنا ساندويتش فرنجي؟ في شي بضر فيه كترته؟ ما في مشكلة ابدا، بس انه انا بحب الخبز اللبناني، سو انا بنوع مرة خبز لبناني مرة خبز فرنجي، تما يزهق الولد كمان، عرفته؟ من أنا وصغيرة مثلا كل يوم 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 حلوم وخيار، إنه خلص بقى يعني على الترمينال ما بقى فيني أشوفه للحلوم والخيار. فنوعوا لأولادكم، حطوا نهار زيت وزعتر، نهار بينات بيست، نهار لبنة وزعتر، نهار خيار، نهار تنقول مثلا جبنة حلوم، نهار جبنة حكاوي، إنه غيره حكاوي ومربى. شفتوا؟ ما بقول أنا لا مرتدلة ولا جامبو، ما بفوتن عبيتي إلا يعني بالنوادر. فقد ما فيكن الأشياء اللي بتحمل، إنه مثلا تنقول الفرنجة بعمل فيها لبنة، الخبزة اللبنانية بنعمل فيها تنقول جبنة صفرة، إنه حيالله كل خبزة بتحطوا لها الأشياء اللي بتتحملها لحتى تنوعوا كمان. صباح الخير لك، كل عام وأنت بخير وعبال المية. تاتيتو تاتو 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 تاتو. بونجور مدام موني، كيفي؟ بس بدي اسالك، شو اولادي عمرهم من سنه وسبعة شهور، شو البهارات اللي بقدر ادخلهم اياها بالطبخ لهذا العمر؟ كل شيء بيأذيلهم معدتهم ولا شيء بيأذيلهم معدتهم؟ بدي اسالك شو رايك بالتونه المعلب؟ اكيد بقدر يصير مرق لهم. بدك تنتبه على التونه، لانه مش لانه تونه، بالعكس السمك فينا نطعم الاولاد بعد عمر السنه ما في اي مشكل، بس انتبه اذا حدا عنده حساسيه، لانه من الاكلات اللي بحسوا عليها العالم اجمالا اكثر من غيرها. فنهار اللي بتطعمي تونه انتبهي انه بشي صار له شيء حب او شيء هيك، بس انه قليل نادرا. واكيد فيك تعملي له كل بهارات مدام، يعني انت طبختك مثل ما هي بتعطيها لابنك، البهارات شيء كتير منيح وكتير صحي ومنه عاطل
وكتير بيطعم، والاكل لازم يكون طيب، وعطول عطول عطول مثلا بحكي مع ام ابنه ما بياكل. اوكي شو بتعطيه؟ بعطيه هذا الحليب اللي ما بيتسمى، اللي فيه مليون الف دواء وكذا. مضايقتيه مدام انت شي مره؟ بتقلي لا. طب لك كيف يعني ابنك عمره 4 سنين صار عم تعطيه حليب لولد عمره 6 اشهر؟ ليه؟ معقوله هو يحبه؟ طب ما دقوه. مين قالكم انه ولد عمره 6 اشهر ما بيستطعم؟ مين قالكم انه ولد عمره 6 اشهر ما بيحب ياكل اشياء طيبه؟ فالاكل اللي بتطعموه لاولادكم بليز دقوه قبل ما تعطوه. معي اتصال. الو. ايه الو، بونجور. بونجورين، كيفك مدام مونيك؟ كتر خير الله، نعيد عليك. ميرسي. مدام مونيك عندي سؤال، شو سي بي كا؟ هيدا شيء بالدم بس انا ما بقدر جاوبك هدول الاسئله حبيبي، ما لي حق يعني. اه ما قالوا شيء بالتغذيه ليش بيعلى؟ لا 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 لا، ما قالوا خصوصا. لا اجمالا لا، بدك تشوفي حكيم جهاز هضمي او حكيم عادي يعني. اوكي. والبوتاسيوم من شو بيعلى كمان؟ في له شيء خطر؟ ايه معقول كتير يكون في مشاكل بالبوتاسيوم، معقول يكون في مشاكل بالغدد، معقول يكون في مشاكل بالكلى، الكلاوي اذا بهن شيء بيعلى البوتاسيوم، معقول يعلى البوتاسيوم، بس اجمالا ما بيعلى البوتاسيوم الا ما يكون بعدين الكرياتينين عليان واليوريا عليان. عرفتي انه اخر شيء بيعلى البوتاسيوم، بس اذا بس بوتاسيوم لحاله عالي بدك تشوفي حكيم. في ادويه اوقات بتعلي البوتاسيوم، بدك تشوفي حكيم. مش شغلتنا. لا 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 ابدا ابدا ابدا. انا قالوا لي البندوره بيعلي البوتاسيوم. لا بندوره بيعلي البوتاسيوم اذا انت معك مشاكل كلى. بدك تعرفي شو بكي وليه عم بيعلى عندك البوتاسيوم قبل ما تبلشي تعملي حميه غذائيه. ما خص يعني انا اليوم ما عندي مشكله اذا اكلت من عبكره لعشيه 17 كيلو 17 كيلو بندوره، تاني نهار عملت فحص دم مش مفروض يكون محلق، فهمتي؟ لانه الكلى عندي والكبد بيعرفوا يصرفوهم بطريقه مزبوطه. هو المشكله انه مش طالع فيهم شيء، كله مزبوط الا البوتاسيوم عالي وهذا السي بي كي. مشان هيك في انسان دارس 12 سنه بحياته ليقدر يجاوبك على سؤالك. مش انا عند الحكيم ما جاوبني، غير حكيم. غير حكيم اكيد. اوكي اوكي، تكرم عيونكم يا اهلا. باي باي. بونجور مدام مونيك، بس بدي اسالك، ابني عمره سنه وشهرين، سمعتك عم بتقولي ما بقى فينا يعني ما بقى نجيب له حليب هول الماركات يعني. اكيد بودره. هلا لسمعتي يا مدام، حليب بليز بيسوى شربيه وكيف وقد ايه بيضاينه بالبراد وهيك. ميرسي. انا اذا عندي هلا اولاد عمرهم سنه وشهرين بتعم بشربهم حليب اللي انا اللي انا اليوم عمري 47 سنه بشربه، لانه انا وقت اكل فاصوليا ما بتعمي فاصوليا لابني اللي عمره سنه وشهرين وفاصوليا لابني اللي عمره 5 سنين وفاصوليا خلص صار عمره سنه، اكتمل الجهاز الهضمي تقريبا تبعه، صار مثلنا مثلك. اذا بتقدري تطعمي ملوخيه مدام اكيد فيك تشربيه حليب عادي يعني. خلص ما هدول شركات الادويه وشركات الحليب كلها من، وبعرف انه كل الحكمه بلبنان عم بيوصفوا هدول الحليب، وبعرف ليش، وانا كنت اشتغل بشركات ادويه وبقلكن انا لو عندي اولاد اكيد 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 بعد عمر السنه بس يصير ياكل كل الاكل، باكد لكم فيه ما يشرب حليب اذا بدكم، او يشرب حليب اللي انتم بتشربوه. حيلا نوع، في بودره، في سائل، انا ما عم بعمل دعايه لولا حليب، بس بين ما تقولوا لي يشرب الحليب اللي انتم عم بتطعموه هلا كله سكر كله ادويه وكله فيتامينات من زاده وكله اوميجا 3 وكله اشياء، ويلا يلا 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 يا حرام يا حرام على هالولاد وعلى هالكبد وعلى هالكلاوي، بفضل ما يشرب خالص خالص من ما يشرب بس هالحليب، ياكل فاصوليا ولوبيا مجدره ويتروق ساندويتش جبنه اكيد مليون مره احسن صدقوني. Good morning, Monique. Any idea or way how to freeze tomatoes and cucumbers and drive them close to fresh? ما بعرف. لا أنا البندورة إذا بقى عندي بقصة وبحطها بالفريزر بستعملها بالصوصات البندورة، بس إنه ما بعرف، ماني طباخة أنا. بتعرفوا إنه أنا ماني طباخة، أنا بعدني بفرم البصل على إيدي يعني وبداخد ربع ساعة. أنا أم بحب طعمي ولادي طبخ وتعلمت كيف أطبخ، ومن وراء برنامجي على التلفزيون على صحي وسريع صرت أعمل أكل صحي وطلع معي كتابي. بس أنا لليوم وحياة عيوني كل ما بدي أعمل فاصوليا ورز بدي أعمل بازيلا بدي أعمل رز على الدجاج، بتشوفوني على الإنستغرام بفتح الكتاب وبقعد بعمل من الطبخات اللي كل العالم بتطبخها، بس بطبخ بطريقة كتير سريعة، وعن جد أنه الأكل إجمالا هلأك بيقولولي أنه بيطلع طيب. Bonjour,
أول شغلة بدي أقولها بالنسبة لكتاب صحي وسريع لازم يكون بكل بيت ضروري كتير. الوصفات اللي فيه كتير سهلة وكتير طيبة، هذا اللي أحلى من هيك. سؤالي هو بالنسبة للقهوة سريعة الذوبان وبالنسبة لمبيض القهوة، القهوة هل هي صحية بالدرجة الأولى لحالها؟ وبالنسبة للمبيض شو؟ وإذا استبدلته بحليب اللوز، إذا أنا عم بعمله بالبيت قد إيه لازم أحط الكمية؟ أول شيء مرسي كتير 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 لتشجيعك لكتاب صحي وسريع، وعن جد عن جد عن جد thank you so much. وبحب أقول لكل العالم إنه من هلأ لآخر أدار نحن عاملين offer ما بيصير منه اتنين، عاملين تاخدوا كتاب مع measuring tools بيطلع لكم كتاب مع measuring tools ببلاش. ففوتوا على الانستغرام تبعنا على diet underscore صحي وسريع وعرفوا أكتر عن هذا الموضوع. عن جد هذا offer بعد له فان مارس، اوعى حدا يدق ويقول لي بدي كتاب، ما لو نزلت السماء على الأرض خلص. تاني شيء كتير مبسط انه انت عم تعملي حليب اللوز، فبهنيكي وان شاء الله ما تكوني عم بتكبي اللي بيبقوا. تالت شيء انا ما بشرب لا حليب لا قهوة سريعة الذوبان نهائيا ابدا ابدا، ولا بحط مبيض لو بدي موت، لانه اذا بتقروا المبيض قروه يا عمي برمو مش عم تشتروه، روحوا على السوبر ماركت وبرمو. طب ما كله كرشونة بالنسبة لألكن. وإذا بفهمتوا شيء رح تفهموا أنه الدهن مهدرج وأنه نوع من الملح وما فيه شيء صحي، ما فيه شيء طبيعي، ما فيه شيء منيح. اليوم هلأ نحن بفترة الصيام كتير عالم رح توقف تشرب حليب وتحط هيدا البديل ورح تعلق فيه، لأنه هو بيعلق كيف يعني مثل يعني بيصير في عند فيه مواد الانسان بيصير يحبها كتير وما بيعود يقدر يوقف عنها. عن جد عن جد اسمعوا مني. وهلا بفتره الصيام ما بتكون تشربوا حليب مع القهوه، خدوا خدوا بلاك، تعلموا تشربوا القهوه بلاك او تعلموا ترجعوا على القهوه اللبنانيه. انه شو بها القهوه اللبنانيه يعني، او مثلا اسبريسو او حيلا اشياء سريعه او شاي او ينسون او شيء تاني. بس انه لا انا ما بحبز. واذا كان بدك تحطي حليب اللوز بدك تحطي انت قد ما بدك، اذا عملتيه بالبيت ما في اي مشكل. بونجور مدام مونيك، كيفك ماشي الحال؟ انا هلا كنت عم بسمعك عم بتقولي انه ما بتفوتي على بيتك لا مرتديلا ولا جامبون. كان بدي اسالك عن التركي، التركي كمان مش مستحبه او فينا نفوتها على البيت؟ اوكي رح اقلكم كل شيء لحومات مبرده، يعني اليوم التركي الجامبون هلا التركي والجامبون هن احسن من المرتديلا اجمالا، لانه هي شقفه مثل ما هي منا مطحونه معموله. بس كلهم دون استثناء بينزاد لهم تلوينه، بينزاد لهم نترات، بينزاد لهم اشياء لحتى يعطوا لحتى يتحافظ عليهم. انت تخيل انك عم بتجيب قطعه لحمه عم تنباع بالبرادات اللي بتضلها برا سنه، طب كيف معقول الضاين؟ انه بس انتو فكروا يعني قد ايه عليها مواد حافظه. سو انا مني وعلي مش اني ما باكل ما بفوت، انه عن جد عن جد عن جد بالنوادر. بس انه انا ابعت لاولادي كل يوم هيدا الساندويش لا، على طول فكروا، على طول على طول على طول على طول فكروا الاكل اللي عم تاكلوه قد ايه بعيد اوكي من ما ربنا كيف خالقه. سو يعني قد ايه مصنع، قد ايه فايت بمكانات ومصنع قبل ما انتوا تاخدوه. فهيدا الفكره انه ايه التركي ما فيه دهن على راسي وعيني، بس مش معناتها ما فيه نترات، مش معناتها ما فيه تلوينه، مش معناتها ما فيه كتير ملح. ومنه ما بقى تفكروا رجيم، ما بقى تفكروا نصاحه وضعف، بس فكروا صحه عامه عامه عامه. سو مليارين ألف مليون مرة ساندويش زيت وزعتر ولا ساندويش لحومات مبردة على أنواعه. هاي أنا إلي من التنين موقفة السكر، بس كتير عم ضل جوعانة. أنا عندي 10 كيلو أوفر ويت. ما توقفوا السكر، ما تضلك جوعانة، اللي عم تعمليه غلط. ما تصومي بس عن السكر لانه انت حابه تضعفي، ما بعرف ليش ثابت التنين هلا انا وصلتها. اذا جعتي وانقهرتي وما اقتنعتي رح ترجعي ترديهم بعدين الكيلو اتنين. السيستام اللي بدك تتبعيه بده يكون سيستام قادره تكمليه كل حياتك. عن جد عن جد عن جد صدقوني صار لي 24 سنه بدومين الضعف، 24 سنه 24 سنة وكل يوم بعد يوم بقتنع انه السيستان بتكون تتبعوه كل حياتكم.
فاللي عم تعمليه إذا قادرة تعمليه كل حياتك كان به. طيب يعني صارت ساعة 12 ونص وجو طبعا بيحط لي الموسيقى هاي لطشة من عنده، فأنا رح أعطيكم فاصل إعلاني سريع. وما تنسوا أنه كل حدا بحب يعمل فحص دهن مجاني بعيادات صحي وسريع، ما إله غير يكتب لي فات تست أو فحص دهن، نحن بنبعث له كل التفاصيل. وما تنسوا أنه نحن موجودين معكم للساعة 2 ونحن راجعين بعد دقائق بسيطة. صحي وسريع بيرجع بعد البريك. ونتابع كالعادة حلقتنا من برنامج صحي وسريع الأسبوعي معكم أخصائي التغذية مونيك باسيلا زعرور والمخرج جو جرجس. جو بس رجع ذكرني بليز نحن على أي الويب سايت، شو هو إذا بدنا يسمعونا؟ جرس fm.com. اوكي سو www.jarasfm.com، لانه بعرف انه في كتير عالم اوقات بيشوش معهم الراديو، فهيدي الشغله اذا بتحبوا تسمعونهم بدون تشويش فيكم تحطوها بالبيت على الواي فاي او حتى على ال 3G. دخلك بيسحب كتير جول الراديو او لا؟ ما مفروض كتير يسحب. اوكي وكل شخص بحب يعمل فحص دهن مجاني من عيادات صحي وسريع، ما لكم غير تبعتولي انا هلا كلمه فات تست، وبتمنى عليكم بليز كمان انكم تقولولي قديش وزنكم لحتى انه اقرر اذا يعني العمليه بدها مجهود او لا. ونحن مين ما كان خاصه اذا كان في اولاد صغار اكيد اكيد الجواب ايه، وبعطيكم فحص الدهن بخلوكم تقعدوا مع اخصائي التغذيه وتتعرفوا اكثر عن وزنكم وقديش عندكم دهن، قديش في عضل، قديش المشكله كبيره وكيف فينا نحلها. خاصه بليز حيلا ام عند اولاد عتلانه همهم. بحب لكم كمان انه نحن كل جمعه بنطلع على الهواء بين 12 والتنتين، وقريبا اللارات حيكون في الجمعة العظيمة عند الروم وجمعة العظيمة عند الموارنة. بهالجمعتين هيدول رح كون أنا على السماع نهار الخميس، رح نبدل الجمعة بالخميس لأنه كتير بشتاق لكم، ما فينا أبعد هالقد عليكم. شو معي اتصال؟ لا، واللي بحب يتصل فيه مباشرة ويسمعني صوته على 0595-8885 وعلى الواتساب على 0398-919. هاي مدام مونيك يعطيك العافية، بدي خبرك شي وقفة هلأ، بدي خبرك شي وقفة هلأ، بدي فلفي الرز فحطيت ملعقة زيت وعم بسمعك سأبت، قلت لشو الزيت وعملوا الرز بالمي، تحركت ايدي لوحدة، حملت الطنجرة وكبيت الزيت بدون ما فكر، بس السؤال كيف بحمس الشعيرية لأنه الولاد بيحبوا الرز مع الشعيرية. وعظمك. أنا إذا بدك تحطي شعيرية يعني كان لازم أنجأت مسحيها شوي، أو فيك تحطي لشعيرية هل إذا معودين عليها أول يوم حطي مثلا بدل ملعقة نص ملعقة، البيون شوي شوي، تاني مرة بتتحمر الشعيرية بدون شي بس ما بتحترق. انتبه الشعيرية بتنقل من التحميص للتحريق بثواني، يعني دغري بدك تنتبه للموضوع. بونجور مونيك، هابي بيرثداي عبال مية، بدي أسألك لبن العيران هول الأناني منيح ولا مش مستحب ناخدهم؟ يعني أنا إذا بدي أكل لحم بعجين ما بينزلوا بلا لبن العيران، بس بعرف إنه عم بياخد شيء كتير مالح، وبعرف إنه مليارين ألف مليون مرة لبن عيران ولا مرة مشروبات غازية، عرفتوا؟ أحلى شيء المي، إذا بدكن أحلى شيء المي. هاي مونيك، شو بتقصدي بالحليب العادي؟ يعني حليب طازة يلي من فوره؟ إذا عندك حليب طازة بتفوريه إيه مدام أكيدة، إذا عايشة بالجبل وهالقد محظوظة عندك شي بقرة بشي جينة بتحلبيها وبتشربي حليبات نيالك مين قدك، وإذا لا مثل الشعب التعيس اللي مثلنا نحن بروح على السوبر ماركت بيجري الحليب، يا بيك تشتري بودرة طبيعي أو تجيبيه من البراد. كيف بقدر أحتفظ فيه لأنه لازم كل يوم يشرب حليب صباح ومساء، عمره سنتين ونص وبياكل كل شي، الحليب بتحفظيه؟ الحليب بكل سهولة يعني فيك تحطيه بالفريزر إذا بدك، بكل فريزر، بكل صراع، بكل بكل بساطة.
بونجور مدام مونيك، هابي بيرثدي. بدي اسالك اذا البابايا مضره للبريجننت وومن لاف يو، من وين بتجيبوا اخباركم؟ وحيات الله من وين بتجيبوا الاخبار تبعولكم؟ ليه بده يكون شيء محلل وربنا مطلعه على الشجره ومسميه بابايا بضر لمرة الحامل؟ اكيد 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 ما نو. الو بونجور مدام مونيك. بونجورين. بس بدي اسالك لما نقطع الخضره مثلا الفتوش، نعم، قد ايه مستحب ننطر لحتى ناكلها حتى ما تروح قيمتها الغذائيه؟ يعني مثلا في قطعه نحطهم بالبراد قبل ساعه ساعتين. لك قالك يا مدام، لك شو بكون لك بتعلقوا على اشياء سخيفه سخيفه؟ يعني انا لقلي انه اذا قطعت الفتوش قبل بنص ساعه او ساعه شو حيأثر؟ اهم شيء اهم شيء تكوني عم تعملي رياضه، اهم شيء تكوني ما بتدخني، اهم شيء يكون جسمك منيح، اهم شيء تكونوا بالبيت. عرفتي هدول الاشياء اهم من ما واحد يفكر بس بالفتوش اذا لازم يكون قبل بساعه او بساعتين. ما حتخسروا كتير، اللي بتخسروه وقت انتوا بتشيلوا وقت بتشيل الخسه من امه، يعني من الساعه اللي بتشيل الخسه من امه هون بتبلش عم تخسر من قيمتها الغذائيه. بس برضو 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 ما تعتلوا هم، لان شو بدها تخسر 10%؟ ما انت عم بتفوتي على جسمك كتير 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 كميه اكبر من ما عاوزه، فعم بتعدلوا هالمشكله هاي. بونجور مدام مونيك، انا وزني 66 كيلو، جسمي كله عضل، بس ايه حدا بيشوفني بيقول انه وزنك بالكتير 55. انا كتير نحيفة، بس ليه الوزن هيك عالي بالنسبة لشكلي؟ معقول يكون في سؤال بجسمي عم تعطي هالوزن؟ في سوائل. هلأ 66 مبينة 55، ما بعرف في شي غلط، يعني ما بعرف صراحة، ماني قادرة اقلك. بس انه واحد مثلا وزنه بيعطي 2-3 كيلو، ممكن العضل مدام، يعني انسان الجسمه كله عضل، ايه بيكون بيطلع على الميزان وزنه عالي بس هو شكله ضعيف، ايه لانه العضل سميك، يعني شكليا بتكوني انت اقل اذا كان جسمك كله عضل. مونيك، اللي عنده تلاسيمي مينور بيقدر بالاكل يعود فقر الدم او لازم ياخد حديد او في ما ياخد شي؟ بليز 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 اوعى تاخدوا حديد اذا معكم تلاسيمي مينور. اول شي بليز روحوا عند ايماتولوج، حدا متخصص بالدم، لانه اللي هو يفسر لك الفكرة. اذا اخدت حديد منه شي منيح اللي عنده تلاسيمي مينور، ابدا ابدا ابدا. لازم تشوفوا حكيم تتأكد انه عندك تلاسيمي مينور، تتأكد شو العلاج، لانه في علاج لهذا الموضوع اذا بدك. فيمكن يمكن يقلك ما في شيء تاخديه، ويمكن يكون عم بيعطيك دواء. حدا عم بيطلب فحص دهن، تكرم عينكم. بس بحب اعرف كمان على طول قد ايه وزنكم وقتها بتكون تبعتوا فحص الدهن، اذا فيك تقولوا الوزن والطول. بس سؤال لمونيك، هل لازم كمان على الضعاف يعملوا مشي ولا بس الناصحين؟ لا كل بدي اسالك، بس تجي كريزة الحلو شو مفروض واحد ياكل؟ اوقات بيطلع بالنا كتير هيك ناكل بشهية حلو. اول شيء كل العالم لازم تمشي ضعاف وكبار، كل العالم لازم تعمل رياضة طبعا، بس انه اللي ضعيف يمكن بيسمح لحاله انه يعمل اقل فشخات او بكون محظوظ اكتر. بس انا لقلي الرياضة للكل، لانه الرياضة بتساعد بتغذي الروح الجسدية، يعني مش انه بس انه تضعفوا. ما فيني اخبركم الرياضة شو بتعمل بالانسان، بتمنى كل انسان يفهم. ما بعرف، بتصيروا تحبوا حالكم اكتر، بتحبوا ذاتكم، عندكم ثقة بحالكم بشكل مش طبيعي. هالشي بخليكم يو اميت بوزيتيفنس، يعني بصير قاعد حواليكم عم بشوف اشياء ايجابيه. انا نادرا ما بشوف انسان رياضي، نادرا، ما عم بقول ممنوع، تعيس كتير. هلا اوقات بشوفكم استاذ رياضه تعيس، لانه هو صاير هيدا شغلته، مش عم بيعملها مع العالم، عرفتوا؟ مش عم بيعمل رياضه، صارت رياضه شغلته. بس انه اجمالا الانسان الرياضي اللي بيعمل رياضه متواصله هو انسان اسعد من غيره، اروق من غيره، مرتاح مع حاله اكثر من غيره. فالجواب اكيد ايه. يعني I
بونجور مدام مونيك، عندي سؤال لك. ليش بعيادات صحي وسريع مش كل مره بينعمل الفات بادي تيست خلال الدايت كرمال الباسيون يعرف حاله شو عم بينزل اذا فات ولا عدل وكيف عم بيتحرك الضعف بجسمه؟ لانه بس بينعمل بالاول وبالاخر، في سبب معين ولا بس هيك؟ لانه ما له معنى صراحه بالنسبه لي. انا بمبادئ صحي وسريع ما بركز اذا اليوم اول جمعه، اول شيء بدك وقت كتير تتروحي كل الدهن، وبده وقت حتى جسمك يعدل. اول مدة انت يمكن، انا اليوم مثلا ركضت احرق شوية عضل، عرفتي؟ تاني جمعة روح عدهن، يعني ما بقدر. هذا شيء ما له معنى يكون هالقد متداول ورا بعض. هيدو دودو، نحن بعياداتنا حتى فيك ما تطلع على الميزان، انا اللي بركز عليه أكتر شيء كمونيك عم بحكي، شو عملتي؟ شو تغيرتي؟ قديه انت تغيرتي بهالجمعة؟ ولازم يكون ما كتير، بس لازم يكون اللي تغيرتيه قادرة تعمليه كل حياتك. شو عم نعمل انفستيسمان أنا وياكن على المدى الطويل؟ وين رح تصيري بعد 10 سنين؟ سو هدول هن اللي بيأثروا، لأنه اللي بيضعف، يا ريت بتضلكن عم بتركزوا معي، اللي بيتغير وبيضعف هيدا بيضعف على طول، اللي بيضعف بلا ما يتغير 200% لح يرجع يردن. لك عم بيعملوا عمليات وعم بيشيلوا نص مصران ونص معدتهم، 3/4 معدتهم، وبعد 5 سنين عم بيرجعوا ينصحوا لأنه هو اللي ضعفوا بلا ما يتغيروا. فنحن منركز على التغير، على مشاكلك وين عندك، قديه عم تاكلي، قديه تعلمت تعمل رياضة، قديه عم تتحركي، وبدك تعملي فحص الدهن كل مرة، مكلف عنا نحن، ما بقدر يعني، بده وقت فمنعمله. نعطيك نحن كذا اوفر، يعني بالاوفر يطلع لك اربعة اوقات فيك تعمليهم انت ساعتها. هلو مدام مونيك، is it safe to use the microwave? Yes, it is very 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 safe to use the microwave. على مسؤوليتي انا هلا عم تابع اللي عم بيسمعني لاول مرة، عم تابع جاوب الاسئلة اللي عم تجينا على الواتساب. بذكركم برقم الواتساب 0398919، فسجلوه جرس سكوب 0398919، ورقم المباشر إذا بدكم تحكوني 0595888. ممكن سؤال للست مونيك، أيهما أفضل، حليب خالي الدسم أو كامل الدسم؟ ما هل هناك مضر للحليب خالي الدسم؟ لا، ما في ضرر للحليب الخالي الدسم، خاصة إذا عندكم كوليسترول عالي أو تريجليسيريد عالي. أنا ما بشرب غير سمي سكم، نص. هاي ليش اللي عنده كيس على المبيد بيجي على باله حلو كتير ونفخة؟ بعرف رح تقولي لي شوف الحكيم، بس الحكيم بقول عادي، وأنا من النوع اللي ما بيحب الحلو، وهلأ عم باكل حلو كتير، في شي مش مزبوط؟ بليز مونيك جاوبيني على السؤال، لأنه أكيد بدون ما أعرف إنك ما عم تعمل رياضة كتير، لأنه وقتها بصير عندك كياس على المبيد حسب تفسيري، وهذا تفسير شخصي، بليز منه شي مدون بالكتابة، بيكون عندكم إفرازات للأنسولين كتير عالية، فوقتها بيفرز الأنسولين عالي ممكن هالشي يأثر على الحب للحلو. بس الطريقة الوحيدة إنك توطي الأنسولين وتعمل عليه تعديل هو إنه يتجي على عيادات صحي وسريع أو تعمل سبور كتير. وقتها تعمل سبور كتير بديك وقت، بتكون وقت، مش إنه أنت اليوم هلأ بتروح بتعمل سبور بتظهر من سبور اللي بعد عندي شهية على الحلو. كل شيء بده وقت، ما أنتوا ما بتنصحوا بنهار والتاني، ليه بتكون تضعفوا بنهار والتاني؟ ما بقى حدا بينطر، كلكم بتكون تضعفوا مبارح، وهذا الشيء كتير غلط. هاي اتصال على 0595888. الو هاين، بدي اسال اذا واحد عنده مشاكل امساك شو الحل لهذا الموضوع؟ امساك؟ نعم. يعني كل قد ايه بتظهر على التواليت؟ يعني تقريبا كل يومين هيك شيء. كل يومين؟ نعم. والخروج تبعك بيكون مزعج، فيه دم، متضايق؟ لا عادي. سو هيدا عادي كل شيء، بس هني انا يعني قريت مره انه افضل انه كل يوم تقريبا. ابدا مش مزبوط، كل انسان عنده السيستم تبعه، كل انسان عنده طريقته. في ناس تظهر طالما عم تظهر مش اكتر من 3 مرات بالنهار ومش اقل من 3 مرات بالاسبوع، نحن ما منعدها كونستيباسيون هاي. بس بدي اقلك اوقات كتير ناس بيجوا لعندي مثلك بيكون اكلهم غلط. نعم. يعني انت شو بتاكل بالنهارات؟
تاكل يعني طبخ؟ انا جربت بس نكتر الخضره والهيك بس ما حسيت نتيجه، وحتى جربت مره قلت بتذكر على انه جربوا 2 كيوي او ايه ما فرقت يعني، بعدنا نفس القصه. انت كل يوم بتاكل 2 كيوي وما بتظهر معدتك؟ لا مش كل يوم، انا جربتها مره. ما فيك يا عيني، يا عيني يا حبيبي، ما فيكم تقولوا انا جربت. بدك تجرب على جمعه كل يوم تاكل تنقول 2 كيوي وبردقان او كيوياية وبردقانه، اوكي، وتقول انه ما ظهرت معدتي. مثلا شو اكل امبارح انت؟ قل لي شو اكلت امبارح. يعني انا مثلا بتروق الصبح جبنه. فينا اسرع نحكي بليز؟ بس لانه كتير علي ضغط. ايه اكل جبنه باي خبز؟ يعني الظهر يعني ماني متذكر، عرفتي شو؟ بس الظهر تقريبا باكل يعني ما باكل كثير خضره وهالقصص. طيب اذا انت اليوم رح اعطيك سيستم، اذا اليوم تروقت ساندويش قبعه سمراء على بكره جبنه، وتغديت تنقول عدس بحامض، وتعشيت قبعه سمراء لبنه، عم بعطيك مثل، واكلت بيناتهم كيوي وتفاحه وبردقانه، اكيد حتظهر معدتك تاني نهار. اه انه بدكم كمان تجربوا تساعدوا حالكم، تعمل رياضه. ايه تقريبا، ايه كل يوم تقريبا بمشي انا نص ساعة. برافو. بتشرب مي كمان؟ ايه. جرب اول شي عم بقلك انه منك ما نعمل كونستيباسيون. تاني شي اذا خروجك يوم ايه يوم لا وتاني يوم بيكون منيح، يعني الكمية الخروج تبعيتك مريحتك، كمان منك كونستيباسيون، فما تعلق على هذا الموضوع. تالت شي نصيحتي لك، كل اشي سمرة، كل طبخ، شرب مي، الا ما تستفيد على المدى الطويل، وطولوا بالكم. ما استفدت بدي اشوفك، لانه 2% بنحلها الموضوع، بنحله بنشيله من اساسه. اوكي. طب هو هذا اللي قلت لنا عليه انه بناخذ 2 كيلو الصبح وبرتقاني، هذه على مدى انه على المدى الطويل انه تعمل سوليوشن او كيف؟ انه انا صار لي 30 سنه اول شيء باكله على بكره، هو مش اول شيء يعني، على انه اكيد قبل الظهر بدي مرق برتقاني وكيوياية. طيب. اوكي. اوكي. كرم عيونك. أوكي. اهلا وسهلا. هاي مسز مونيك، شو جو في اتصال؟ الو. الو بونجور مونيك. بونجورين. زينة من البقاع. أهلا بزينة. كيفي؟ الحمد لله. وأنت؟ أنا كتير منيحة. قوليلي. عطول بتابعك حبيبتي. يا كل نصائحك كتير بعقد عن جد. Thank you. بدي أسألك بس مونيك، أنا معي الإيبوتيرويد. بحس لما باكل بكتر يعني مش الجلوتين، الخبز أو المعجنات أو شيء، حس بقل حيلي. هل هيدا له علاقة بالتغذية يعني؟ لا، له علاقة بالإيبوتيرويد، ما خص الأكل. أنا عطول برجلجة وعطول باخد دواية. قدي وزنك؟ وزني 66 بعد، ومع أنه عطول عم بعمل سبور وعم يتغير الشيب عندي. طب أنت اليوم إذا ما أكلت خبز بترتاحي؟ أوقات إيه. لا مش أوقات، يعني أنا اليوم بدي تعملي أنت تست لحالك. تجي تاخدي جمعة. أوكي، من نهار الأحد تنقول لأحد التاني ما تاكلي أبدا 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 خبز. بترتاحي؟ بدي اجربها صراحه. طب جربيها، واذا رجعت تاني ايدي ما تنسوا تايده قدام مرتاحه. رجعت جمعه اللي بعدها كلي خبز باعتدال، بس انتبهي مش بدكم تعرفوا اذا بدك تعملي التجربه مزبوطة. يعني بدل ما تاكلي تنقول خبز، بدك تاكلي رز او برغل او لا سوري مش برغل، كربوهيدرات. بدك تاخدي شيء كربوهيدرات، مش تشيلي الكربوهيدرات، تشوفي اذا الخبز اللي عم بيأذيكي والكميه تكون هي ذاتها. يعني انا شلت راس البطاطا حطيت بداله خبز تاني جمعه وتضايقت، فهمت علي؟ ساعتها انه بتقفريها. بس انا ما بتصور. لا هي المشكله عندي، عطول في قله حال، ما بسمع لجسمي، عطول بقوم بعمل سبور وبشتغل شغلي وبعمل كل شيء. عامله فحص دم؟ متاكده ما عندك حديد ناقص بالحديد بالفوليت الاسيد فوليك؟ حكيتك انا من فتره كان عندي نقص بالحديد وعالجته، هلا عدت الفحص الحمد لله منيح، بس بحس عطول في تعب يعني بالجسم. هلا حكيمي بيقول لي الايبوتيرويد بتعمل هيدا حتى لو كانت ضمن النورمال، ما بعرف شو. ايه ما هي شيء طبي، هذا شيء مش غذائي ابدا. بقى قلت انا لاسالك عن ما بعرف ما له علاقة. ما بقدر جاوبك ابدا. جرب اللي قلتي لي ممكن يعني اشوف اذا بفيدني او لا. ايه اوكي. ميرسي مونيك، تكرم عيونك وسلامة قلبك. ميرسي. الله اهلا وسهلا فيكي. عطول عطول عم تابعك. ميرسي حبيبي. ثانك يو.
منتابع مستمعينا الكرام حلقتنا من برنامج صحي وسريع، ومعي كمان اتصال على 0595-8885. ألو، الله معك. أهلا مدام مونيك، كيفك؟ الحمد لله، إن شاء الله بخير. كتر خير أبا. امبارح ذكرناك أنا ومرتي. امبارح تفضل. خير. امبارح زلت عم برقد الصبح أنا ومرتي. إيه، مع أنه أنا مريض ومرتي مريضة، بس من عم نرقد صرت تشتي. قلت لي عم سكتي مدام مونيك، بتقول لي رقدوا تحت الشتي. سكتي. إيه، وركضتوا تحت الشتي. ايه ركضتوا تحت الشتي، وحيات العذراء، وهلا عم بتشتي نازل اورجوز. بس قد ايه حلو، بتجنن عن جد، في احلى من هيك شعور؟ شعور رائع رائع والله العظيم. يعني انا اليوم على بكره قمت بلشت شتي، قلت اوكي رح البس الجاكيت واركض، بس بعدين صحيت وفطست، عارفه كيف بدنا نشيل الجاكيت وين ما نحطها. انا عندي كيف في هلا. ايه هلا بس شتي كتير قوي. برافو برافو مدام مونيك، الله يرضى عليكي. عندي سؤال لك. تفضل. عفوا، انا من سنه عملت عمليه سليب، خبرتك من زمان. فكرك ان انا متذكره يعني كتير مهضوم، مين معي يعني؟ لانه انت اول واحد بتلفني. ايه ولا ايه، كتير تذكرتك. اوكي خبرنا. عمليه سليب. نعم. هلا انا باخذ دواء حمايه معك لانه عندي الاسيد كتير قوي. اوكي. بس امبارح عم بسمع احد الدكاتره عم بيقول انه مع المدى الطويل ايه ما بيسوى، بيأذي للمعده. ايه بيأذي. ليش هالقد انت هالقد بتتضايق؟ قد ايه وزنك صار هلا؟ انا هلا وزني 83. برافو. قد ايه كان؟ كان 150. واو. وعم تركض؟ ايه ايه، كل يوم الساعة، ما في مجال. هيدا قد ايه حلو. مقدس عندي هيدا. I am so happy and so proud. عن جد برافو. بتعمل بتعمل معدة، بتعمل شوية بلانك، بتعمل سيت ابس. لا لا، معدة وركض صراحة مدام مونيك. برافو. بس بدك حتى اذا بقول لك هلا شو تغديتي، حتى تقولي لي عن جد واو. شو تغديت؟ علبة سردين بلا خبز مع خسة، والحمد لله. برافو برافو. بتاكل فواكه؟ انا مغربي، يقولي ما بحبها، تغدى مغربيه هلا. برافو برافو عليك. هذا المطلوب، انه اللي بيعمل سليف يتغير، مش بس انه يضعف. الا تتحافظ على وزنك. الله يقويك. حتى دخان باي باي كمان. برافو لك برافو لك. اشتريت لك شي 30 سنه عمر هاي. الحمد لله. بس مدام مونيك الله يخليك، اعطيني شويه معلومات عن دواء الحمايه لانه انا بلشت خاف. ما بعرف، انا مش شغلتي، انا ما بتعدى على شغلتي، حتى لو بعرف ما بحكي بشي منا شغلتي ابدا ابدا. انا شغلتي التغذيه. في فرمشاني وفي حكيم، رجع لقلهم. اوكي كرم عيونك. اهلا وسهلا فيك. اهلا. هاي مسز مونيك، بدي اسالك، انا عامله بريست كانسر، بيسوى اعمل سبور بالالبتيكال او تريدميل احسن؟ بليز فيك تنصحيني. اكيد مدام، اذا عامله كانسر بصدرك ضروري جدا 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 تكوني رياضيه، لانه الدراسات العلميه اكدت وبرهنت انه الرياضه بتحميكي وبتقويكي. ما في حدا حقول له ما يعمل رياضه، انا كوني انا. فالجواب ايه، الابتيكال او تريدميل، انت اعملي اللي بتحبيه، اللي بدك اياه، شو بتحب اعملي. انا شخصيا انا بحب الالبتيكال المنيحه، في الابتيكال بيخلوكم تكفروا يعني. بحبها، بحضر تي في، ما بتصرع لي راسي مثل تريدميل، لانه بحب اركض على الطريق. في ناس بيقولوا ابدا ما بيطيقوا الالبتيكال لانه بيحركوا ايديهم اجرهم، بفضلوا 100 مره تريدميل. سو يو دو وات ايفر سوتس يو. هالو دير، اي جست وانت ا سجستشن فور ا دايت ادابتيف وذ ماي ستاديز. يس اي كود لوز ماي ويت وذاوت اني سايد افكتس هيديك اور ديكريسينج ماي كونسنتريشن يت اي كود. ما فهمت شي شو قلتي لي. Hello dear, I just want a suggestion for a diet adaptive with my study. مدام ما بقدر، في ما فهمت عليك شو سؤالك، ويا ريت بتحكيني على التليفون على 0595-8885. فهد بيسألني شو الوجبة الرئيسية اللي بتتناول كل يوم أو التنويع مطلوب. فهد أسئلتك ما منا واضحة عيني، بدي أعرف أكتر شو سؤالك. سؤال مدام مونيك، انا عمري 51، وزني 96 كيلو، وطولي 1.73. لك تكرم عيونك، انت اللي بدك تعملي فاتاس، تكرم عيونك. هلو مونيك، what is the best bread for diabetes for diabetic patients؟ انا اجمالا اللي عنده سكري يعني اكيد بده ياخذ خبز اسمر، واذا فيه كمان يكون بران يعني فيه ضعنا، شو البراند بالعربي؟ نخالي، اذا فيه كمان شوية نخالي بيكون احسن. والكميات هي المفهوم يعني المضرورية، تعرفوها يعني 25 50 او 75 جرام حسب كل انسان قد ايه فيه ياكل. صدقيني نحنا بنشتاق لك كمان. love you. ميرسي ميرسي يا مهضوم. هذا شو قلت لي جو؟
لانه قلت انه هالسنه ان جمعة العظيمه وجمعتين رح نعملهم الخميس مش رح نعملهم لانه الجمعه بتسكر العياده بتسكر العياده بتسكر والاذاعه كمان بتسكر فلح يكونوا الخميس مش الجمعه. هاي سؤال سوشي قد ايه بحق لنا ناكل؟ حسب كتير اشياء. يعني انا اذا حدا بياكل تنقول ملعقه رز وملعقه كفكيره مسح رز وكفكيره مسح فاصوليا هدول بدلهم سوشي بيطلعوا تقريبا شي 5 سوشي. بس السوشي لازم تعرفوا انه في كتير 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 انواع منهم. في عندك سوشي عليه مايونيز وعليه قلي, وفي سوشي في سوشي كتير كبير. انا وقت اقلكم سوشي عم بحكي عن الرز وفوقه شقفة السمكة النية فقط لا غير, وصغار يعني بيكونوا. لا مش معقول ست ساعة واحدة. فتست ل 73 كيلو, ابني عمره 15 سنة 64 كيلو. تكرم عينك مدام, تكرم عيونك, هاي لقلك وفيك تعمليون فودو. لكن فاصل اعلاني وبرجع لكم. ما تنسوا كل حدا بده يعمل فحص دهن مجاني ما قالوا غير يكتب لي كلمة فاتست على 0398919 واتساب مش SMS, ما بيوصلوا لي الاسماسات. وشو ما بدكم, انا فاصل اعلاني ورجعت لكم. صحي وسريع صحي وسريع بيرجع بعد البريك. منتابع مستمعينا الكرام حلقتنا من برنامج صحي وسريع معكم اخصائيه التغذيه مونيك باسيلا زعرور والمخرج جو جرجيس. طبعا بعد معي ساعه الا, مش معقول الوقت يطير. بونجور. لبن العيران عشيه بيروق البطن بدون عشاء او خبريه بدون عشاء لبن. هلا اذا انت ما تعشيت لبن العيران هو اللي حيروق لك البطنك او لانك ما تعشيت؟ يعني ما فكروا قبل ما تسمعوا العالم شمال ويمين شو بيقولوا لكم. انت عاده بتتعشى وبتاكل يمكن كتير وبتتقل, امت قررت ما تتعشى وشربت عيران, شو اللي ريحك العيران او لانك ما تعشيت؟ شو يا جو؟ نتابع لكينا حلقتنا من برنامج صحي وسريع. يلا بعتولنا واتسابيتكن على 0398919 إذا voice message maximum 30 ثانية وكل ما كان أقل كل ما أحسن. وإذا بتحبوا تسمعوني صوتكن على 0595-8885. بونجور. الفول الأخضر مضر للحامل؟ أكيد لا, ولا ممكن يكون مضر إلا إذا مدام عندك أنت G6PD deficiency, يعني عندك مشكلة مع الفول الأخضر. في ناس عندهم مشكلة مع الفول الأخضر, إذا أنت ما عندك هالمشكلة ما مفروض يأذيك أبدا أبدا أبدا. بونجور مدام مونيك, بدي أسألك. أنا ابني عمره سنة وعشرة أشهر, وزنه تقريبا 15 كيلو هيك بحسه, يعني في فات, يعني أنه التياب دغري بيصغروا عليه واسم الله أكله منيح. بقدر من هالعمر بلش خفف له أكل إذا هو كتير بيطلب أكل ولا شي كتير غلط؟ لا بدنا ننتبه له. بدي شوفك انت تشوف شو بتطعميه كل نهار بهالعمر. انا ما بخفف له اكل قد ما بعلمه يلعب وينط, وبعده صغير ما بقعده كتير. من هو صغير بتعلميه يتحرك وبتخففي له اكل؟ لا ما بتخففي له اكل, بترجلجي له اكله. اكيد بتطعميه اكل صحي, ما بتطعميه حليب. ان شاء الله يا رب ما تكون عم تحطيه حليب مصنع, حليب محلى, حليب مدعم. هيدي يعني بتمنى يكون, لا بتمنى ما تكوني بتعطيه اشياء بتجيبيها بتدوبيها مع المي, بتكوني عم بتطبخي له انت من اكل البيت, وتكوني عم تحركيه له, عم تعلميه يتحرك كتير. هاي مونيك, طبخ بالكوكونات اويل احسن من الكانولا والكورن؟ انا ما بستعمل غير يا زيت زيتون يا زيت عادي للقلي شو ما كان. ممكن يكون بيخلص الكورن بجيب كانولا, بيخلص كانولا بجيب تورنوسول. ما عندي عقدة, انا ما بطبخ بالكوكونات اويل صراحة, ماني عايشة باكابولكو. والالموند مش بالاكابولكو, سوري ليه قلت اكابولكو داخل كورن؟ ماني عايشة ببونتا كانا, كي بدي اقول ما بعرف اللي طلعت معي اكابولكو. والألموند ميلك والكاشو أحسن من الكاو ميلك؟ لا أبدا أبدا أبدا, أنا لا أؤمن بالبديل. هاي كيفك؟ تمام. بس بدي أسأل, أنا عم روح على الجيم تقريبا كل يوم, بس أرجع من الجيم ما عم بكون إلي نفس أكل. إيه ما تأكل؟ وإذا أكلت بأكل كتير, فبنصح شو الحل؟ ليه؟
مش في تناقض باللي عم بتقوله. ماني جوعان بس اذا اكلت باكل كتير، ما تاكل، واذا اكلت ما تاكل كتير. يعني منك جوعان ما تاكل. Let's deal with this issue. ما بحياتكم تاكلوا وجبات نهائيا، ابدا ابدا ابدا. كله وقت تكونوا جوعانين مش وقت تكونوا مخورين. في فرق، في فرق باتنين. واذا اكلت بدك تاكل كتير، طب ليه؟ ما بعرف. اذا فيك ما تاكل لكن ما تاكل. احسن يبيع الحمص بشهيدة، يبقى الحمص بقشره بالطبخة او نقشره. اكيد كل شيء ما بتخلوه بقشره كل ما احسن، اكيد احسن يضل بالقشر. يعني انا وزني 70 وطولي 1.59 وبحب الحلو كتير، اكل كتير صحي، بس الحلو اللي بنصحني احسن هيك وقف كل شيء سكر. اكيد وقف كل شيء سكر، ما بقى تجيبي على البيت. الفكره مش انك توقفي، الفكره انه شو عم تعملي تتساعدي حالك تضلك توقفي. وزن 110 170 كيلو، بفهم يعني بدك الفات تست. تكرم عينك هذا الفات تست، بس قولوا لي، اكتبوا لي كلمه فات تست بليز. بونجور مونيك، انا طلع معي فقر دم وعطوني دواء لست أشهر، شو بتنصحيني اكل؟ بس وقف الدواء او هلأ كلي طبخ لبناني باعتدال، وما تاكلي كتير، وعملي سبور وشوفي كيف كل شي حيرجع مظبوط، وكل فواكه، بعدي عن الاكل المصنع وما تاكله اوفر. ومش انه تصير تاكلي 3 كيلو لحمة، لا ابدا 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 لا. هاي كيفك. انا كان وزني 128 كيلو، بلشت اتروق واتعشى شوفان مع لبن واكل كل شي طبخ بس بكمية قليلة، وبعد سنة صار وزني 94 كيلو وطولي 1.83. برافو. بس هو مش لأنه أكلت شوفان مع لبن، بس لفسر لكل المستمعين، لأنه أنت يمكن كنت تاكل بيتزا وهامبرجر وبطاطا مقلية ووقفتن وصرت تاكل شوفان مع لبن. سو مش الشوفان مع لبن اللي ضعفك، بس تفسر لكل العالم، هو لأنه وقفت تاكل إشي البلا طعمة وصرت تاكل اشياء صحية. اوكي مش الحال، بس مش معناتها اذا اكلت شوفان مع زعتر مش رح تضعف. كنت ما جاوبتيني وقتها. بيطلع بالنا كتير حلو، بنطلب حلو كتير، شو مفروض ناكل بهالوقت يا عمي؟ يعني بيطلع بالنا بس حلو. طب دقولي ولو، طب كيف بدي اعرف شو معناتها بيطلع لي عبالك حلو؟ بنزل الكوليسترول؟ لا اكيد التوم والبصل ما بينزلوا الكوليسترول. اكيد الجواب لا 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 لا، هو مش التوم والبصل اللي بنزل الكوليسترول، هو الحياة اللي تبنيتوها كلها على بعضها اللي حتنزل الكوليسترول، واللي فيها اكل فيه توم وبصل. هيدو دودو. شو معناتها بيطلع عبالي حلو؟ مدام انا كمان بدي افهم عليك انه بقى يطلع عبالك حلو بتاكلي قالب جاتو او مثلا ملعقة مربى بتشفيلك غليلك، انه طب ما كمان في اشي. انا how can I answer when I don't know the concept. كله كله على بعضه كيف جاي. Good morning Mrs. Monique, kindly give me your opinion about palm oil and in which cases it is used not dangerous. Thank you. Palm oil بيطلع احمر، اوكي، ليصير في عندكم اكتر من يمكن 19 نوع palm oil. سو ما فيكن تحكموا عن البالم اويل. انا بيت عمي كان عايشين بافريقيا وبيطبخوا فوفو بيعملوا اكل بالبالم اويل الاحمر، يلي يعني كيف نحن عنا يا زيت الزيتون، هنيك عندهم يا بالم اويل. بس من هالبالم اويل يستخرج 200 نوع بالم اويل، ومنهم كتير 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 عاطلين يلي هن الهيدروجينيتد بالم اويل، وهيدا اللي نحن عم نكافحه كتير وعم بيستعملوه لانه هذا كتير رخيص، بيتنقل بسرعه، بيعطي طعم كتير طيبه، and it's addictive. يعني بس تصيروا تاكلوا اكل فيه بتصيروا متعلقين فيه وحاسين انه كتير كتير طيب، بصير عندكم ادمان على الاكل من وراه، وهذا شيء كتير 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 خطير. معي اتصال. الو على بونجور. بونجورين هابي بيرثدي. ثانك يو. بدي اسالك، نحن قررنا انه نبلش 10000 فشخه مثل ما قلتي دايما بتنصحينا. بس اول شيء بلشت عضلت، ثاني شيء تعودت، صارت الطريق بالنسبه لي كثير هينه. اوكي. عم بوصل اوقات ما قلت ليه اقوم امشي، عم بمشي تصرحت غصب عني، ما بيكون عندي انرجي. هالشيء نورمال؟ اي ساعه عم تمشي؟ الصبح. ليه ما عندك انرجي؟ بس يصير بنص الديستانس برجع بقوى، يعني برجع انه مثل حد كبس بالمشي، بيمشي الحال بقلع. يعني قديه عم تمشي كل يوم؟ 10000 فشخه. لا هلا انت ما تمشي 10000 فشخه لانه بنهارات ما حبتتحركي. وي ما بتتحركي بنهارات؟ بلا بلا اكيد. يعني انت اذا بدك وقفي على 7000.
دكا. هيك ساعتها بضل عندك 3000 انت تعمليهم بنهارات. انا ما بتفرق عندي، يعني انا اذا بتقولي لي مونيك رح امشي 5000 على الطريق سبور وال 5000 الباقيين بنهارات عم بتحرك، بتفضل صراحه بفضل انك تطلعي وتنزلي على الدرج بنهارات مين ما بده، يعني تصيري انت انسانه حركه وعلى جنب عم تعملي 5000 فشخه، لانه تمشي 10000 فشخه على فرد نفس، يعني انت عم تحكي ساعه و10 دقائق. وي. إيه لا وعم جازي بوصل لمرحلة اني اركض بس مش عم بقدر لاقي الافاق الا ديستانس قصيرة. ايه معلي مدام، كلنا انا بلشت هيك، بلشت اركض دقيقة وهلا صرت اركض ساعة وركضت الماراثون مرتين، انه كله بده وقت، كله بده وقت 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 وتمرين. بس انا اليوم وقتها بتروحي هلا عم تعملي عم تروحي تمشي وقتها ما يعني انا بفضل تتعلمي كيف تتحركي بنهارات، تصيري حركه، تطلعي وتنزلي على الدرج، تصفي سيارتك بعيده، انتو عم تحكي على التليفون، تكوني عم تتمشي. بس هلا عم تحكيني لازم ما تكوني قاعده، انت قاعده قومي وقفي قومي وقفي واحكيني هيك، تتحركي بنهارات تتصمدي فشخاتك. وبيبقى عشيه مثلا، انا مثلا كل يوم عشيه بحب مشي الكلب، بتطلع انه شو عندي بعد، عندي 3000 فشخه بنزل باخده، او مثلا عندي 5000، هدول انا غير سبوري عرفتي. سو لإلي it's always a pleasure، ولا مرة it has to be a burden. مش إنه برجع على البيت مش طايقة وأنا بقعد كل النهار لأني مشيت على بكرة ساعة، بالعكس ما عملت شيء. فهمتي؟ لأنه في ناس بروح تمشي ساعة بتهلك بترجع بتقعد كل النهار ما بتقعد تتحرك. لا بالعكس، أنا بفضل إذا بدك تعطيني 10000 فشخة يكونوا بنهارات محركة كتير كتير، وعشية أو على بكرة بلشتي، بكرة بتصير تراجلجي أنت لحالك صدقيني. ايه دونيل انه واحد يصير بهالمرحلة سبيام. ايه بتعقدي، برافو، اوعى توقفي بليز 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 بليز. اوكي بس واقف 3-4 ايام بحس انه واحد بدبش. لا 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 ما توقفي ولا يوم ولا يوم، لو شو ما صار هيدي صحتك. اوكي حتى تحت الشتاء، حتى تحت الشتاء حبيتك بالصيف وحبيتك بالشتاء. ايه بس ما تقتدم بضيق الخلق. ايه وانا كمان صرنا اثنين. اوكي ثانك يو، باي باي. هاي مونيك، انا كل جمعه بسمعك وانا الي سنه مع صحي وسريع، بروح على الزوق للاربعه، كنت عندكم والبنات ما في اهضم منهم كتير شاطرين، صرت ضعفاني 10 كيلو وكل يوم بمشي ساعه لك. برافو 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 برافو. المهم بعد 10 سنين وين بدك تكوني؟ انا ابني عمره 5 سنين ما بيحب ابدا كل انواع الحبوب، بس صغير طبخ بياكل وبحب، بس غير طبخ بياكل وبحب. شو فيني اعمل معه؟ فيك مدام تطحني له اياهم، يعني اذا ما بيحب يشوف الفاصوليا فيك تطحنيها اذا بدك، وتمرقيها مثلا مع الشوربه، تمرقيها مع الطبخ، فيك تعمليها سبريدبل. بتعرفي مثلا المجدره إذا بتضربيها بتصير مثل بتمرغيها، ما بيشربها هيك، بتكسريها بتعملي لها شوربة عدس، ما في أطيب منها. مدام مونيك يعطيكي ألف عافية، أنا عندي كوليسترول توتال 308 والفريتين 8 وبعمل سبورت 3 مرات بالأسبوع، شو هن الأكلات اللي بيوطوا شنو الأكلات ضعت، شنو الأكلات اللي بيوطوا الكوليسترول عند وبيعلوا الفار؟ مدام ما في أكلة بتوطي الكوليسترول وبتعلي الفار، ما في هيك. شو يعني مش انه بفوت اكلي بدها توطي الكوليسترول وتعلي الفير؟ لا، بدك تعالجي اول شيء الكل، اول شيء بدك تروحي عند الحكيم تشوفي شو بكي، قد ايه عندي كوليسترول، قد ايه صار لي، كيف هن شرايينك، تعملي تخطيط وتعملي رجيم. بدك تعملي رجيم، واذا الفير واطي بدك تاخدي حبوب. انا اللي ضد الحبوب واللي بكافح الفيتامينات والمعادن وهالقلة العقل، الا اذا في واقع قدامنا والحكيم شاف انه لازمك حديد، كمان هون لازم هو ينتبه، يمكن يكون معك تلاسيمي مينور انت ما عندك فقر دم، مش هيك لازم تشوفوا حكيم يقلكن من شو جاي فقر الدم كمان. هاي مونيك، انا بسمعك دايما، بدي اسأل بس سؤال، ما بعرف يمكن تضحكي. صحيح في اعشاب بس نغليها مع بعض بيقولوا بتعطي فعل سلبي، يعني بتسمم او هيك شيء؟ معقول كتير مدام؟ اكيد 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 معقول. انا ما بفهم بالاعشاب، منا شغلتي ومنا اختصاصي، بس اذا بدك في شي عشبتين بتعرفيهم بقدر اشوف لك اذا معقول كتير. ايه الجواب؟ ايه. اسف سألت تاني سؤال تاني، عجي على الصباح عساج قدي فينا ناخد بنا؟ شو يعني عجي عساج جو؟ فيها 5 بيض، كوسة، بقدوني، زيتون، طحين، بصل واخضر بياض. 5 بيض يعني شخصين بدون ياكلوها. هاي مونيك سافا، مجامع الكونسير الكون كون
مجامع الكونسيرف تبع الفول والحمص بيضره كوز هلأ بالصيام بعملهم توايس ا ويك. لا ما بيضره، بس اذا هلا بالصيام رح تعمليهم توايس ا ويك، تروحي اشتري كيلو فول وسلقي وحطيه، يعني نقعي 24 ساعه ونقعي وسلقي وحطيه بالفريزر، هيك احسن لك وامن لك واطيب لك وارخص لك ومن كل النواحي. كنت 90 كيلو من سنتين وكتير ضعفت، بس بلشت اعمل سبور بس عم ضل اضعف. هلا صرت 60 مع انه كتير عم باكل وما بقى عم بعمل سبور قد قبل. لازم اعمل شي فحص دم اكيد مدام، روحي شوفي السكري عندك، شوفي الكرياتينين، شوفي كلويكي، شوفي حكيم. اذا انت كان وزنك 90 كيلو وضعفت لستين ومستغربة لي بعدك عم تضعفي، شو ناطرة؟ تروحي تشوفي حكيم. بليز بدي اسأل عن الانسولين، طولي طلع 37 وما في سكري وما في وزن زايد وعم باخد حبتين للسكري، مزبوط الانسولين بيطلع حسب شو اكلين ومنه شي مهم؟ الانسولين شي كتير مهم، اكيد بيطلع حسب شو اكلين واجمالا وقتا بيطلع حسب اي متى عملتيه مدام. يعني اذا اكلتي ورحت عملتي فحص الانسولين شي، واذا من بعد ما اكلتي كنافة او من بعد ما اخدتي جلوكوز شي تاني خالص. بتكون تسألوني اسئلة توضحوا كل الوضع. هلا اذا عريق طلع 37 انا بفضل تشوفي حكيم. بونجور مونيك، كيفك اليوم؟ بس بدي اعذبك بسؤال، بعرف يمكن بينسأل كتير، بس انا عندي حب للخبز غريب. يعني اذا عم باكل ما بعرف رز بدي اكل معه خبز، اذا باستا بدي اكل معه خبز، ما بحس حالي شبعت اذا مش اكل خبز. فشو بتنصحيني بهالحلة؟ وبخصوص الخبز الاسمر، هل هو عن جد خبز اسمر ولا تلوين؟ او اذا عندك فكرة. ايه بتصور الخبز الاسمر، في كتير خبز اسمر بالسوق، مزبوط خبز اسمر، بس خبز الاسمر اللي لازم تاخدوه مش لونه، لازم يكون كتير اسود. لازم تعرفوا انه روحوا اشتروا انتو طحين اسمر، ما لونه منه غامق مثل ما انتم مفكرين، يعني هو يعني شوفوا كيف بيكون. فهي شغلة اكيد لازم تاخد خبز اسمر. تاني شي قديه بتاكل خبز بيأثر، وقديه وزنك وقديش طولك وقديش كل مشاكلك. ليه ما بتجوا لعنا منعملكن ايفاليواسيون منعلمكن؟ بدك تاكل خبز على كل وجبة مش مشكل، وفيك تاكل. مثلا اذا ضروري اخر شي تخلص بنص قبعه خبز مش كارثة، منشلك شوي من الرز، منعدلك اكلاتك حتى تقدر تتبنى هالسيستام كل حياتك. شو هو سبب نفخة البطن؟ مرسي، ما فيني جاوبك لأنه في زليار سبب نفخة البطن. ممكن لأنه أكلته فاصوليا، وبعيد الشر عن قلبك وقلب هذا. ممكن إذا عندك كانسير بالكولون يكون عندك نفخة للمصران، ما بقدر. هذا السؤال ما فيني أنا جاوبه. How can I know؟ هاي مونيك، كيفك؟ شو بنعمل لحب الأكل، لحب الحلو؟ شو بنعمل لهالشيء؟ بتخفف تجيبي على البيت. وبدي اسالك بالنسبه للمشي كل يوم نص ساعه او 35 دقيقه، بتروح دهون الموضوعيه مثلا خاصه هو على الخواصر؟ حسب شو عم تاكلي كل النهار يا مدام. بيروحوا على المشي نص ساعه كل يوم؟ يعني لا اكيد 3 اشهر 4 اشهر يعني، ولا لا لازم اعمل انه لهودي لهي المناطق رياضه؟ لا، الجواب لا. انت اذا بتمشي كل يوم 35 دقيقه وبترجع على البيت تاكلي 4 بقلاوه، شو عملتي؟ واذا كل يوم تاكلي 4 بقلاوه وما عملت سبور هالنص ساعة، رح تنصحي بدل الكيلو 3؟ انه الجواب كتير سهل وسخيف وبدائي بالنسبة لإلكن، مش إلي انا، لإلكن. بدك توقفي تجيب الحلو على البيت، بدك تقتنعي انه بدك تعملي رياضة 35 دقيقة، او اذا رح تعمليها قد ما فيك وتخففوا الاكل. واذا بتحبوا تجوا لعنا، ما هي شغلتنا منعلمكن كيف تخففوا اكل. بعتيلي كلمة فات تست وانا ببعتك وعلمي كيف تبلشي من هون. بونجور مدام مونيك، بدي اسألك شغلة. انا تابعك على الراديو في الجمعة واخذ الكتاب من عندك ومرتفع من الكتاب، وصار لي من قبل راس السنة على هالخبرية. ما عندي اوفر ويت، يعني 25% بادي فات ماكسيموم، بس عم بيصير معي كرامبات بإجري. هاي شو لازم نعمل؟ شو لازم نعمل بهذا الخصوص؟ هلا الكرامب ممكن يكون مشكلة طبية، مشان هيك لازم تشوف حكيم. بس اجمالا دي هايدريشن، يعني قلة الشرب المي ممكن تزيد هالمشكلة هاي. وبس، واذا الكرامب كتير قوي وعم بيصير زيادة راجع حكيم، لانه انا ما بفهم فيها. بس انا بعرف مثلا وقتها بسبح كتير وما بشرب مزبوط بصير معي كرامبات، بعرف.
بس بالشتي قليل تيصير معي هالشي، فممكن يكون dehydration. بونجور، كيفك؟ انا بلشت نظام غذائي صحي كتير مع رياضة، كمان نزلت 6 كيلو بثلاث اشهر، بس حسيت انه جسمي خسر عضل مش بس دهون. شو الطريقة لحتى ما اخسر عضلات وحافظ عليهم؟ بدك ترجعي تعملي سبورت، تعملوا مسكولاسيون وترجعوا تاكلوا بطريقة مزبوطة. هيدا طالب فتاس، بس بدو ما تقولوا لي شو وزنكم بليز. اللي بحب يعمل فحص دهن تكرم عيونكم، بس قولوا لي قد ايه وزنكم وطولكم، لانه هذا فحص دهن مجاني من عيادات صحي وسريع. بتبعتوا لي كلمة فتاس على الواتساب على 0398919، بس قد ايه الوزن والطول، واذا اولاد ما بسال. هلو مونيك، هاو ماني ديتس كان وي ايت از ا سناك؟ 3 تمرات، 3 لو سمحتي. عندي تمر شي 3 كيلو بس اطحنهم، بدي اطحنهم بليز، شو بحط معهم ليضلوا طرايا؟ ما عندي فكره ابدا ابدا ابدا، ما بعرف، ما بطحن. لوف يو. اوكي، صباح الخير مونيك، بحب بعرف ما عم بتسوقي لنظام الصوم. هل بالصوم 16 ساعة الجسم ما بيحس انه عم منجوع وبيصير يخزن الدهن وهالميتابوليزم؟ لا 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 ابدا ابدا. الناس اللي قادرة تصوم 12-16 ساعة ورا بعض، يعني بتوقف اكل تنقول على الساعة 8 بالليل وللساعة 12 الظهر، وهذا السيستم مناسبها وفيها تعمله كل حياتها، ما عندي مشكلة فيه ابدا 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 ابدا. ما بتكون عم ما في جوع. انا وقت بقولكن وعيتوا غريزة الجوع بجسمكن، يعني انتوا صارلكن ايام بلا اكل، مش 12-16 ساعة وبعدين اكلتوا وبعدين. هذا السيستم كل حياتكن حتتابعوه، وهالميتابوليزم بيخف. فسري لنا اذا بتريدي. love you. انا هذا السيستم الانترميتنت فاستينج بحبه صراحة. إذا ناس فيها تقعد بلا ترويق أو تتروق على 12 تتغدى على 3 وعلى الساعة 8 7 تتعشى وما تعود تاكل، وهالشي بيساعدها على المدى الطويل. بده وقت، إيه بيعطي نتيجة، بس شرط إنه تقدروا تعملوه كل حياتكم. هاي إذا ما في إرادة وقف أكل، شو الحل؟ فتس بليز وزني، بدكم تخففوا تجيبوا الأكل، بدكم تجوا على صحي وسريع عن جد. ما حدا عم بيكتب لي قد ايه وزنه على الفات تيست، لانك مهضومه كل عيد وانت بخير. سمعتك عم تحكي عرض كادو ع كتابك. وي think twice another day for you and me in paradise. هاي مونيك، is it better to give the kids low fat cheese؟ لا ابدا، انا جبنه عادي بس كميه قليله بفضل. بونجور، انا طولي 1.60 ووزني 65، بدي بليز فات تيست، عندي نصحه ببطني اكثر شيء. كرم عيونك، بعتنالك. بونجور، يعطيك العافيه. انا عندي سؤال، انا عم بجيب بسطوله لبن عم بروبها وعم بشيل المي منها، عم بصير بشرب بالنهار تقريبا يعني بحدود الفنجان قهوه. في شيء مشكله شيء الى عوارض شيء؟ شكرا لك. ما فهمت شو عم بيعمل جو، عم بشيل لبن عم بلوبه عم بروبه، قصده عم بيعمله لبنه وهيدا بيقطع لبنه والمي مصل اللبنه بيخدون. ما في مشكله، مش عادي يعني، مش اشكال ولا شيء انه رائع او شيء دواء ابدا ابدا. هاي مونيك، انا شاب بشتغل كل نهار على الطريق، يعني ما في اكل بالبيت، وزني 104، طولي 1.85 متر، وبدي شيل كرشه، شو الحال؟ بسبح كتير بشي بشكل مش طبيعي. بسبح هيك كتب، بسبح كتير بشكل مش طبيعي. رح اعطيك فات تيست، بس اذا ما شكلك عم تكتب لي بسبح، ما فهمت شو قصدك. بس ما هو بيشتغل كل نهار على الطريق، يعني ما في اكل اكل بالبيت، ما في إيه، بس فيك تاخد من البيت اكل. اذا بتشتغلوا كل نهار على الطريق فيكن تاخدوا معكن الزوادة، مش انه اجباري. Bonjour, first happy birthday Monique, wish you a happy life full of happiness like your smile. And second, سؤال بليز، بنتي عمرها 6 اشهر، شو فيه طعميه اكل صحي ناو؟ Thank you. يا ريت يا مدام تاخدي موعد وبتقعدي معنا لنفسر لك كتير اشي عن جد، او تدقيلي. هذا الموضوع كل جمعة بتطرق له، هو بده ربع ساعة تفسير، يعني كتير بياخد من وقتي على الهوا. اتصال. الو
الو وي بونجور موني. بونجورين. انا بدي اقول لك انه انا عملت اكسجين بالبيت بظرف 8 اشهر 9 اشهر انصحت 10 كيلو. شو قصدك اكسجين بالبيت مدام؟ ما فهمت. كنت بالمستشفى والتهاب الرئوي ووصفوا لي اعمل اكسجين بالبيت. شو يعني تعملي اكسجين بالبيت؟ يعني حتى ما كان ما كانت اكسجين. ايه واخذتي كورتيزون اكيد مدام. ايه كورتيزون ولحقوني انسولين اكثر شيء. انصحت دغري 10 كيلو. ايه مش عم بعرف كيف بدي روحهم. وقفت الكورتيزون؟ يعني طولي متر وواحدة وستين 62 وهلأ 72 71 أنا هيك شيء. فعملت فحص دم وعملت تخطيط وعملت فحص بدنا نشوفك مدام بدنا نشوفك بدها جلسة هذا وضع ما بقدر حله على التليفون أنا مش جلسة بدي أعمل بدي وقف الأكل لا مدام أبدا أبدا بدنا نشوفك مش مرة مش مرتين بدنا نشوفك قدي صار لك موقف الكورتيزون باخد هلأ بعد مرتين بالنهار لأن ما عينت في رابو هلأ صار لي سنتين دهرة من المستشفى سنتين موقف الكورتيزون الأكسجين الكورتيزون بعد عندي عم باخد للرابو هلأ مرتين بالنهار بتدخنة؟ لا قدي وزنك صار 72؟ 72 71 ما بتقدري تمشي بتقدري تعملي حركة أو لا؟ بقوم بمشي مبلا أوقات اوقات عاملة عملية مايزار مش هيك ما بقدر اعمل شيء عندي ايه. اثيوبية عندي معي ايه مدام اذا ما عم تتحركي بشرك بالخير يعني بعد سنتين حتصيري فوق 80 كيلو اكيد ايه. لازم اقوم امشي ايه. لازم تقومي تتحركي وتقومي تعملي رياضة ونبلش نكافي اوقات الاحد بظهر مدام شو الاحد شو الاحد الدنيا ستي مش عم بمشي انا اي شيء لا لا بدك تمشي مشي بالبيت اعملي لا فيكي اللي بده بده ما في بدك ليكي ما بدك تستسلمي هو نحنا وما بنا شيء وبالف خير ما بنستسلم ومنحارب كل يوم كيف انت يعني انت بدك تحاربي دوبل تقدري تضلك واقفه محلك صدقيني وحياتك وقت تصيري تعملي رياضه وتصيري تتحركي وتضعفي يمكن 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 تكافحي المرض ما هو ما قال عن شيء للربو انك تنصحي قال عن شيء فانا بنصحك انه ما بعرف شو بك طبيا مش هيك عم بقول لك لازم نشوفك على رواق يمكن طبيا ما بيسوى تعملي كل هالاشياء اوكي ميرسي مدام سلامه قلبك يا رب سلام بدي اعرف اذا كانت الخياره او الكوسه صفرة شو يعني المضرر باكلها بعد قطع ما تاخذوها هلا وقفت جايبين كوسي خياره طلعت صفرة ما تاكلها جدي بيحب ياكل كل يوم شوربه عدس اصفر هل هالشي منيح له اكيد يعني اكيد 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 وي والباميه المثلجه بالكيس بدها غسيل قبل الطبخ ما بتصور اجمالا لا اوكي فاصل اعلان وبرجع لكم قد ايه طويل هذا الفاصل يا جو مش كتير طيب يلا صحي وسريع صحي وسريع بيرجع بعد البريك منكمل مستمعينا الكرام حلقتنا من برنامج صحي وسريع مع 20 دقيقة ما بعرف جو إذا لازم نوقف ناخد واتسابات شو رأيك منلحق طيب يلا لح نشوف شو لح نعمل لأنه اسم الله ينهدرون يعني شو بتنصحيني بأي طعام استمر عليه كل يوم بشكل أساسي مثل اللحمة كل يوم ما عرفت عن شو عم تحكي فهد بك تاكل من كل شي يا فهد مدام مونيك القهوة لها تأثير شي على البشرة مع علمي بدي اقول لكل الناس كله من كتاب صحي وسريع بتتغير حياتكم مرسي 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 على التشجيع اليوم النهايرات كلها على الحلو لسه سؤال بليز انا بدي اخد فيتامين او ابدا 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 ليه بدك تاخديها نهائيا بس وين لاقي فيتامين او بالخضرة والفواكه غير الزيت والزبدة ما تاخدي شي مدام شو بدك تاخدي فيتامين او اصلا انا وقت تخرجت من 25 سنه كانوا طلعت نرمروجه الفيتامين او انه منيح وهيك بعد 10 سنين اكتشفوا انه كتير كتير مأذيه واخده ابدا منه منيح ما بنصحك تاخديه نهائيا هلو انا بطلت بالكار سو ما سمعت نصيحه ام سوري يعني
بونجور مدام مونيك، بدي أسألك، أنا صرت بالشهر الثامن وصار وزني 69، كان وزني 59 قبل الحمل. بدي أسألك أنه لازم أنا بهيدا الشهر أعمل يعني أمشي أو أعمل مجهود، ولا لازم أرتاح لأنه عم خاف شوي من الحركة الزايدة، مع العلم أنه أنا عندي شغل من 8 ل 3 كل الوقت حركة، يعني في شغلي بده مجهود. مدام، أول شيء أنا أخصائي التغذية مني حكيمة، سو أنا ما بقدر جاوبك على هذا السؤال أبدا. تاني شيء أنا حبلت 3 مرات وجبت 3 ولاد كتر خير الله، والحكيم كان يضل يقول لي مونيك تي ني با مالاد تي انسينت، ما بقى تسأليني ولا سؤال، فيك تعيشي مثلك مثل حيالة مرة طبيعية. فأنا شخصيا كنت أطلع أنزل على الدرج، كنت أعمل سبور، كنت روح، ما وقفت شيء بحياتي أبدا أبدا. بس أنا ما بقدر جاوبك، لا بعرفك ولا قلي تجاوبك، حتى لو أنت أختي ما بقدر جاوبك، في حكيم متخصص هو اللي بيتحمل هالمسؤولية. فبعتذر منكم، سألوني أسئلة بتتحلق بالتغذية بس. هاي مونيك، براون بريد يلي بالماركت هلسي مزبوط إنه بيحطوا له في دبس توكلور؟ إذا حطوا دبس، بس تخبركم بس شوي، أنا مش عم دافع عن معامل الخبز، لأنه لولاد عمي ولا لبي، بس الفكرة انه اليوم قد ما العالم بتطلب الاشياء السمرة، سو اليوم المعامل صارت تزيد عليهم دبس، يمكن دبس الطحين حتى تلون هالخبز تعطيه لون اسود. بس انا اللي عم بقولكم هيدا شيء منه عاطل وما رح يأذيكم، ما وقفت على هاي. بس اليوم في محلات بيبيعوا خبز معروفين كتير بلبنان، عندهم خبز اسمر منه اسمر كتير، هيدا اشتروه اذا بدكم بدون تلوينة خالص. انا مثلا وقت اعمل صياديه بقلل بصل كتير كتير كتير، ومنزومه بنعمل الرز مزبوط او لا تيطلع لونه اسود، مع بحط انا اذا بدكم تلوينه صحيه بالاكله، يمكن هن هيك بيعملوا، بيحطوا طحين محروق اوقات حتى يعني حتى يعطي هاللون، بس انه منا اخر الدنيا، ما وقفت على هاي. اوكي، بونجور مونيك، هيدي الجبنه منيحه او لا كانغريديان، وشو المقصود بس نشوف سبستانس ليتير موديفيه، حتى نشوف شو عم تاخده. الانغريديان تبع الجبنه هي باستورايزد بارتلي سكيمد ميلك، اوكي فاين، موديفايد ميلك انغريديانتس، بكتيريال كلتشر، سولت، كالسيوم كلورايد، مايكروبيال انزيم، سيلولوز وناتامنسين، ما بعرف شو هو. فموديفايد ميلك انغريديانت ما بعرف شو هو، بس انه ما مفروض يكون فيه دهن هيدي، لا هي مفروض تكون اتس جود شي الصراحه. موتزاريلاسيما، بيتزا موتزاريلا، ات شود بي فاين. اوكي، بونجور مدام مونيك، فات تست بليز، وزني 70 وطولي 1.62 متر، تكرم عيونك، هيدا فات تست. اوكي voice. هاي مونيك، يعطيك العافية، بدي أقول لك أنه في هلأ أخصائيات تغذية عم يوصفوا إبر الأنسولين كرمال يخففوا أكل الصبايا، يعني بيعطون رجيم وهيدا إبر أنسولين، وهذا الشيء بعرف أنه أكيد مش مزبوط، بس فيك توضحي شوي هيدا الفكرة، أنه ما بعرف شو إلها معنى وكيف العالم بتصدقها. يا ريت يا مدام، يا ريت بتتصلوا على وزارة الصحة وبتقولوا انه في هاي الاخصائي التغذية عم توصف ادوية لازم يوقفوها، نحنا كاخصائي تغذية ممنوع منعا باتا نوصف فيتامين، كيف بيوصفوا ادوية وبيوصفوا ابر وانتم بتسكتوا؟ ما انتم كمان، انتم كشعب بهيك بلد هالقد تعيس ما في لرقابة، وقال له يا عنتر مين عنترك، قال له عنترت حالي وما حدا نوقفني، انه كيف انا شو فيني اعمل، لا بعرف اسمه ولا كسمه ولا مين، بس بعرف انه الله لا يعطيها عافية، عن جد عن جد من قلبي عم بقولها لمرة عم بمنى اخصائي التغذية عم توصف ادوية، انتو كيف تسكتوا ما بعرف. واذا انا بعرف وحدة من اخصائي التغذية بصحي وسريع وصفوا فيتامين بلا ما يكون في عندهم ورقة حكيم، ما بيعودوا يشتغلوا معنا، منحنا هدول قوانين نحترمها، نحترم قانون العمل.
وبيجوا لعنا بدهم يضعفوا امبارح وبنقول لهم بدهم وقت، عم نخسر زبونات. امبارح كان عنا اجتماع وكل الدايتيشنز معي عم بيقول لي يا مونيك كله بنق، كله بده يضعف امبارح وعم نخسر زبونات لانه بدهم يضعفوا بسرعه وعم بيروحوا عند هاي وعند هذيك بتعطيهم رجيمات. يروح يخسروا، قلت لهم ويفلوا، انا بدي يجوا لعندي يتعلموا اصول الاكل ويعرفوا انه بده وقت، كل شيء بده وقت. ما فيكم تنصحوا 5 كيلو بثلاث سنين وتضعفون امبارح، ما فيكم، كل شيء بده وقت. ما عطوه بقول لهم انا قولوا لهم بدي سنه بيهشلوا، قال يهشلوا شو بنعمل، اشياء بدها وقت لانه بعد سنه انا بقطش ايدي اذا ما حيكونوا انصح من اليوم بقطشها. هاي جلوكوزامين وجونترو ايموفي الون تيرم انا ما باخذهم مدام، عملت عنهم حلقات وما باخذهم ابدا، هولي للمفاصل. بونجور مدام مونيك، بس سؤال، الكنافه بجبني انا بحب القشطه، كنافه بقشطه، هلا بتضل احلى من الكنافه بجبني؟ انا عندي كوليسترول. لا لا كلها بالشهر مره. لا يعني. لا لا كلها زيت شيء، كل جمعتين مره باكل كنافه بقشطه. لا لا جبنه او قشطه اثنيناتهم زيت شيء، بس اذا بدك خفف لهم بدي نص كميه الجبنه. وانا محلك اذا عندك كوليسترول عالي وما عم تاخذ ادويه يعني بتجرب تفاديها قد ما فيك قليل يعني. بونجور مونيك، انا بس بدي اقول لك انه كتير كتير عم بتعطيني موتيفاسيون وبسمع لك الجيم كل جمعه، ووكينج وايل ووكينج 2 اورز. انا وزني 59 وطولي متر 67. ثانك يو فور بينج ريل، لاف يو حبيبتي. تقبريني بس انت كتير ضعيفه يعني، مش يعني بدي اللي وزنه 80 و85 يتشجع مثل ما انت مشجعه كمان. هاي شو فينا نطعمي ببي عمره 7 شهور؟ ما كمان عم بقولكم عن جد بدي وقت. ما اذا جاوبت لهديك ورجعت جاوبتك انت شو بنعمل؟ نعمل عليها حلقه هيك كلكم تسالوني وهيدا بركي جمعه الجاي بنعملها. طيب بتذكرني تجاوب شرفك لانه ضارب اوقات الالزايمر. مدام مونيك هاي، اذا بضل اكل وما بشبع انا شوي ناصح، شو رايك وشو ممكن اعمل؟ ميرسي، يا ريت فيني احكيك، يا ريت فيني اعرف اكثر عنكم. هلا اليوم ما بقى فيك تحكيني، جمعه الجاي بليز حط عندك نوت، احكيني على التليفون يمكن اقدر افهم وعن جد عن جد ساعدك. هاي مونيك، بابا عمره 80 عنده سكري بس ما مضبوط وملحقه، بين عنده الكرياتينين عالي والبوتاسيوم 5، حكيمه الكلاوي اعطته رجيم للبوتاسيوم، ممنوع ياكل كل شيء اخضر وبندوره واكل الاكل الاسمر، بس صار عم بيطلع عنده السكري اعلى من قبل. رجيم البوتاسيوم بيعلي السكري؟ لا مدام ما بيعلي السكري، بس وقتها بيكون عندك مشاكل بالكلاوي مجبورين نوقف البروتينات واللحمه ونزيد النشويات، وطبيعي بده يعلى السكري بده يعدله بالدواء طبيعي يعني اللي عم تعمله مزبوط. وبتحب تشوفي اخصائي التغذيه، نحن عنا اختصاص لمشكله الكلاوي فينا نشوفه لبيك. هلو مونيك، I'm 30 years old 184-90. I go 3 times per week to the gym but I'm not fit. I want to be 82. How? بدنا نشوفك يعني، بدها وقت. عندك 10 كيلو وهيدي رح ابعت لك فات تست، بدها وقت. اذا بتعطيها وقتها اكيد اكيد بتوصل له. طب هيدا الزلمه صار طالب فات تست 20 مره وبعتين له 20 مره. I want to ask about pumpkin seeds. How many can we eat per day? How many؟ بدي عدلك بذر الكتان قد ايه بدك تاكل منهم. يعني اذا بدك تاخد مرة كل يومين كاسة مغلي صغيرة. فوائد الجوز الامريكاني نفسه بجوائز العادة هي زيتها؟ لا، هداك بيقولوا له بيكان انه تقريبا، بس انا بفضل الجوز تبعنا. لا الولنت تبعنا احسن بكتير. كم حب مش بقى تبعنا هني كمان بياخدوا كم حبة كل يوم فينا ناكل بدون ما يأثر على زيادة وزننا؟ 7. هاي مونيك، بدي اسألك، مش 7، مش انه بتاكلهم فوق اكلك، 7 فوق اكلك فيهم تقريبا 160 كالوري 200 كالوري، انه بتشيل تفاحة بتاكلهم. اوكي هاي مونيك، بدي اسألك عن الدبس، مفيد بالصيام؟ ايه مفيد اكيد انه طيب ومصحي اذا كان طبعا طبيعي 100%. بونجور مدام مونيك، انا عملت ريجيم على سنة ونص كتير بطيء على الكالوري كالكوليتر، يعني حامل الميزان والكالكولاتريس كل الوقت معنى الحكي. على هذا الرجيم قدرت أضعف بس بشكل كتير بطيء. بس عندي سؤال، إذا شي مرة أو مرتين بالجمعة قعدت صبح وظهر بلا أكل وهال 1200 كالوري اللي بحقل فيهم ديلي أخدتهم على العشاء بيأثر؟ يا حرام شو عم تتعذبوا، يا حرام يا حرام بحياة حياة حياتي ما قعدت. شو إلا معنى تمسكوا كالكولاتريس وتجمعوا؟
انه ايه ما بيأثر تجاوبك، يعني اذا انت اليوم اكلتي 1200 وما عدت اكلتي كل النهار ما بيأثر. تعالوا نعمل لايف ستايل، تعالوا تعلموا، تعملوا رياضه، تتغيروا. فكروا بعد سنه، حش تفكروا ببكره يا عمي، فكروا بعد سنه وسنتين رح تضلك ماسكه الكالكولاتريس عم بتعدي كل الوقت. بونجور مدام مونيك، انا عندي بيبي تقريبا عمره سنه، عم بعمل بريست فيدينج، باكل كتير كتير بس بضلني اضعف. يا ريت بتحكيني جمعة الجاي، بس انه لازم تاكلي اكتر، شكلك لازم تاكلي اكتر اذا هالقد متضايقة وعم تضعفي كتير، لانه الرضاعة بتضاعف كتير. هاي مونيك حابة اقول تانكس لرشا بالمزرعة اللي صارت مضعفتني 13 كيلو هبة. تانكيو رشا مزرعة، تانكيو فروم هبة. هاي مونيك يعطيك العافية علينا، عمري 53 مخففة اكل وبعمل سبور بس ابدا ما عم بضعف. اكيد فيك تضعفي مدام بدها وقت، وانت اطول من غيرك اكيد. عمري 49 طولي 1.80 وشو السؤال؟ ووزني كنت من 15 سنة وزني 86. بس بدي اسأل جوزي عنده المخزون 7.8 والسكر 120 ومنه ناصح، موقف كل شيء سكر نشويات كل الرز والبطاطا وبياخد 3 حبوب سكري، بحكي تيغير ما بيقنعني رح يقتلني. شو بديك قله؟ انه اكيد 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 مدام لازم يعمل شيء، لانه المخزون هالقد عالي عم بيهريله شريينه على طرق النفس، فابدا ابدا شيء مش منيح. شو رأيك بموضة الفيجن؟ منا موضة، هيدا نظام غذائي حدا حابب يتبناه. ابدا 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 مني ضد، خاصة اذا عنده ثقافة الاكل الصحي ويكون فيجن، ابدا نهائيا. بس هذا اللي بيعمل لي فيجن وعايش على الشوكولا وعلى الشيبس، هذا كارثة، كارثة بالمجتمع. وانه اللحمة والدجاج نو دايريز ممنوع، منن معمولين للانسان. انا لا اؤمن بهذا الشيء، انا اؤمن انه نحنا مفروض ناكل لحمة ودجاج بكمية معتدلة. مش غلط واحد يكون عم بيربي دجاج يقتل دجاجة على 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 عيد، بس الطريقة البشعة والمضرة، ما عم بقدر لاقي كلمة تضل جانتية على التليفون يعني على الراديو، الهمجية البلا إنسانية اللي عم نعامل فيها البقر والخنازير والدجاج وكل هالحيوانات، يا حرام. هذا اللي مش مسموح، هذا اللي مش مسموح. بس أنا لو عندي بقرة عم تزرع وجيت حلبتها وشربت منها حليب، أنا أبدا أبدا لا أؤمن أن هذا شيء عاطل. إذا عندي دجاجة وباضت أكلت البيضة تبعها، أبدا لا أؤمن أنها عاطلة. بس مش صير في تجارة وحشنة بمعاملة الحيوانات وهالقلة الكرولتي، ما بعرف شو ما عم بقدر لقيها بالعربي. قديه عنا مش مقبول. Please, if you want to give us a brief about this subject. So, ايه وبهلأ الجديد، ايه مزبوط انه شيلوا الدايري، ما شيلوا الدايري من الفود بيراميد. Please فسروا، نقلوه حطوه تحت البروتين، ما شيلوه حطوه تحت البروتين. هلا عم بقفد، ما في عالم عم بتعيدني. Can we take صحي وسريع peanut butter as breakfast if you're on a diet؟ اوف كورس اوف كورس فيكن، يعني ليش لا، اكيد هيدي ترويقتك اليوم. انا كتير حابة اروح عيادتك، بس اعطيني فكرة قديش بتكلف المقابلة الاولية. مدام بليز تصلوا بالعيادات، اكيد اكيد نحن عنا اوفرات كتير حلوين، واكيد نحن ما منكلفكن شي، كله من اكل البيت. I have a kid عمره 7 ما بيحب الاكل ابدا، شو الحل؟ بدي احكيك يا مدام، بدي اشوف شو بياكل كل نهار، لازم نشوفك، لازم يعني. اذا الولاد طلعوا لي اياهم على العيادة اللي صار انا بشوفهم. حبيبي اول شيء قبل 100 انا حبيت كتير نظام الصوم واللي حيكون نظام حياتي، وانا مش لحتى اخسر وزن بس لاني عرفت انه منيح للكبد والكلاوي. صحيح، ياريت خبرينا فوائده غير التخسيس بون ويك اند، انه منه لا هو لانك بتخففي اكل بتريحي كل اعضاء جسمك. بونجور مدام مونيك، كيفك؟ منيحة؟ معك شيخ الشباب. اول شيء بدي اسالك، دخلك بعرفي نحن روم نصوم الصيام المزبوط، يعني ما بالزعبير بتغينا، هيدي اول شغله. ثاني شغله بدي اسالك، دخلك عم نجيب بسكوت مكتوب عليه سمن نباتي ومستحلب،
شو يعني هودي هلا مهدرج منو منيح بتفضلي ناكل حلاوي ولا دبس عشية؟ بس هي ملقة يعني مش كتير حلاوي بيصير عليك. اثنيناتهم منيح يا شيخ الشباب، يا ملك الروم انت، يا اقوى عالم هيك بيحكوا. ما نحن بزمن الصوم زمن المحبة ولو. هاي مونيك كيفك؟ بس استفسار، في فرق بين الخبز العادي والخبز المحمص؟ لا ابدا. الكالوري ولا هي نفسها؟ بس ابدا 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 كارثة. بعدين الخبز المحمص كتير مليء، بتاكلوا منه كتير. معك حق 200% مونيك. من بعد تجربة فاشلة عملت كتير رجيمات دوكان ووات واسمع شو رديتهم أضعف. بليز اسمعوا مونيك شو بتقول، نيالكن اللي عايشين بلبنان لأنه عندكن مونيك. اف 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 لفرنسا هاي مهضومة. يمكن هاي بتبعت الأكل كله على الانستغرام، بضلها تبعت لك اليوم شو طابخة. مرسي بس أنا بزحلة ليه سكرته؟ لأنه بدنا أخصائي التغذية تفتح بزحل إذا بتعرفوا حدا. مدام مونيك أنا ولادي وقت يكونوا فرصة من نتأخر مشوار لنسمعيك، نيالا بحدا مثلك ومرسي. نيالنا حبيبي كوزيت. المصيبه مونيك أنه مش عم نقدر ننزل نمشي بهالشتة ومش داخلين بنادي. طب ما مبارح كان طقس منيح، واول مبارح كان طقس منيح، حابين نمشي وما بدنا نمشي. طب كيف يعني ما عم نفضى نمشي؟ ماني عايش بهالبلد. وانت عم تحكي مزبوط 100%، حكي ما له معنى عن جد. انه ما انه هلا شتت اليوم، بتكون ضلكم تنقوا على جمعتين. اوكي شتت، هاي شتويه على راسي وعيني كانت قاسيه. يعني انت كل يوم كانت صاحيه، كنت عم تمشي ساعه، انا بقطش ايدي اصلا انا بركض. ولا مره لا انا ولا جوزي وقفنا نركض من ورا الشتة. This is us. It's you either do it or you don't. ما بعرف. اللبناني بالصيف شوب وبالشتة شتة شتة. حطوا شي على راسكم ونزلوا مشي. صباح الخير، بدي احكيك جد. هلأ يلي ما بيصل معه مصاري، وكل شهر يا دوب يشتري الخبز وكل الأكل زعتر وزيت، وجد بدهن حل. ما فهمت شي ولا كلمة. بس إذا ما معك مصاري بقلك مسيو من قلبي، من كياني، من أعماق 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 نفسي، نيالك. لأنه أحسن شيء هو أكل الفقرة، الفاصوليا والعدس والحمص والأكل القليل. بس هي الكارثة بس أنا البشرية اللي عم بتصير إنه الفواكه صايرة كتير غالية، وصاير الجنك فود أرخص من الفواكه. هاي شغلة أنا كتير علي عتب. بس الفقير مش معناته ما في يأكل صحي، أكيد أكيد. وما حدا قال الستيك والسمو هول هن الصحيين نهائيا نهائيا. زيت وزعتر، عروسة مجدرة، لبنة، إشة بسيطة، هيدا هو الأكل الصحي. عمر بيتي كل شي بوقته حلو. ما فهمت شو قال. خلصتن جو؟ بس حستن انا كتير كتار بصير معي ستريس، وبصير يلا 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 يلا. هلا رح قلكن شو. اوكي رح ارجع جو اذكركم بالخميسات على عيد الكبير، عنا عيد القيامة بيقولولو بحسائب بأفريل. انا وجو قررنا انه ما نسكر نهار الجمعة، لح نفتح نهار الخميس اللي قبله. اوكي سو اي دوا عندكم حيكون العيد ان الله راد باذن الله. الجمعه العظيمه حتكون ب 19 الشهر وب 26 الشهر، فنحن حلقاتنا حيكونوا ب 18 الشهر وب 25 الشهر. هل أتبعت في وقت وانا عشوه محروقه باصلتي. قال لي جو اول ما جينا قال لي بعد بكير يا مونيك لشو بدك تعلنيها؟ قلت له لا كيف ما بعرف ليش انا، بس معك حق جو، بعتذر بعد عنا كم جمعه. اف 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 يعني عم نحكي بعد جمعه 2 3 4 بعد 5 تجمع. لا هيك سوري اعتذاراتي. فبقلكم كمان بودعكم، بقلكم مرسي كتير 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 لأنكم كنتوا معي ومكبيني وين ما كان بكذا إذاعة. أنا صار لي يمكن أكتر من 15 سنة على الأكتر، أكتر من 15 سنة على الراديو. بشكركم كتير 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 وبحبكم كتير 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 كتير. يلي بحبني وعابله يعملني فولو، ما تنسوا على الإنستغرام على دايت أندرسكور صحي وسريع، أو نبشوا على مونيك بسيلة زعرور أكيد بتلاقوني كل يوم عبكرة بوعة، وبفرجيكم كيف بطبوق وشو عم بعمل وكيف عم باكل وهيك منعيشها سوا كلنا، لحتى تضلكم تقتنعوا انه القرار انكم تعيشوا صحي وسريع هو هين وبيصير، واهم شيء انكم تنسوا الرجيم وتعيشوا صحي وسريع. بودعكم وبحبكم كتير. باي باي. جو جرجيس ثانك يو. صحي وسريع مع مونيك باسيلا زعرور
كل جمعة 12 الظهر على جرس سكوب. صحي وسريع.